يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كل سنة ومصر وشرطتها وأمنها واستقرارها بألف خير. مصر بتحتفل بعيد الشرطة 72، تحية لكل رجال الشرطة اللي بيخاطروا بأرواحهم عشان أمن البلد، عشان أمن كل مصري. والحقيقة أنه تضحيات وبطولات رجال الشرطة موجودة من سنين طويلة ولسه مستمرة لحد دلوقتي. اختيار يوم 25 يناير تحديداً عشان يكون عيد الشرطة ده طبعاً بسبب الملحمة اللي قدمها أبطال الشرطة المصرية سنة 52 لما رفضوا أنهم ينسحبوا من الإسماعيلية ويسلموا مبنى المحافظة للقائد البريطاني في منطقة القناة، القائد أكسهام. طبعاً تفاصيل الملحمة دي بتدل على بسالة قوات الشرطة المصرية في مواجهة الاحتلال. يعني تكملة للقصة اللي بدأتها يا شاذلي، لما القائد البريطاني أكسهام طلب من اليوس باشي مصطفى رفعت قائد بلوكات النظام الموجودة بمبنى محافظة الإسماعيلية وقتها، طلب منه إخلاء المبنى وتسليم السلاح، رد عليه وقال له أنت اللي لازم ترحل من هنا وإحنا مش هننسحب من المبنى لأن دي أرضنا. طبعا بدأت المعركة وقتلت قوات الشرطة ببسالة وقدمت أشرس معركة في تاريخ الوطن ضد الاحتلال البريطاني. شوفي كمان بقى جمانة، لما تخلي عدوك ينحني لك احتراما طبعا. وده بالفعل اللي حصل. القائد الجنرال أكسهام ما قدرش انه يخفي اعجابه بشجاعة المصريين وامر جنوده باداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصرية عند خروجهم من دار المحافظة، وده طبعا تكريما ليهم وتقديرا لبسالتهم. وللاسف الملحمة دي راح ضحيتها 50 شهيد و80 جريح من رجال الشرطة المصرية. دور البطولي لرجال الشرطة مستمر طول الوقت، ويمكن كلنا عاصرنا المجهود الكبير والتضحيات الكتير اللي قدموها لاستعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب والحفاظ على مقدرات الوطن. كل سنة وشرطتنا بكل خير، ومصر دايماً في أمن واستقرار. كل سنة وإحنا دايماً على قلب رجل واحد، وكل سنة وإحنا دايماً إيدينا في إيدين بعض بنحمي هذا الوطن. بنصبح على حضراتكم مرة تانية صباح الخير والسعادة. صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لميا ونتعرف منها على أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. كمان في النهاردة فرص لأمطار متوسطة هتكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. كمان في أمطار من خفيفة لمتوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة. وكمان في نشاط للرياح، وده على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهتكون كمان مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد بالتحديد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 18 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 25 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 16 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وقعدتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ معكم أولى فقراتنا بتذكرة أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي شاهد امبارح الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وأيضا عقد الرئيس اجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة. خلال الاحتفالية الرئيس قال أنه استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها أمر لا تتحمله الحكومة وحدها ولا القيادة وحدها، بل يتحمله جميع أفراد الشعب المصري. وقال سيادته كل الشعب المصري مسؤول عن أمن مصر ومستقبلها واستقرارها وتقدمها. خلينا نتابع مع حضراتكم جزء من كلام سيادة الرئيس ونرجع لحضراتكم مرة تانية. في جزء كمان دايما بتكلم فيه معاكم بقلبي لكل المصري. من كام يوم كنا بنتكلم وقلت ان استقرار الدول والحفاظ على امنها ومستقبلها امن بيتحمله مش الحكومه بس، ومش بتتحمله القياده بس، لا بيتحمله كل افراد الشعب. كل الشعب المصري مسؤول عن امن مصر ومستقبلها واستقرارها وتقدمها. انا بقول الكلام ده في وقت صعب قوي قوي، زي ما انتم شايفين المنطقه بالكامل، يعني مش المنطقة بس، العالم يمكن، يعني في وضع صعب جدا ومضطرب قوي.
واحنا هنا في منطقتنا كمان بالذات والاوضاع اللي بتحدث في قطاع غزه، احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده في اكتوبر واحنا في حفل تخريج دفعه من ضباط الاكاديميه هنا، والنهارده دلوقتي بعد 4 شهور تقريبا بنتكلم في نفس الموضوع. يا ترى ال4 شهور دول او ال3 شهور وشويه اللي عدوا دول عدوا علينا بسهوله في مصر؟ واحنا كنا قبل منها بنواجه ازمه كورونا، وبعد منها الازمه الروسيه، وبعد منها الازمه اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللي يعني يمكن اقل حاجه ابتدت نتاثر بها كمان اكتر، اضافه للي كان موضوع مثلا الملاحه في البحر الاحمر. كمان تطرق سيادة الرئيس أمس عن الأزمة الاقتصادية، وقال إنه مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية اللي موجودة في مصر، ومقدر أكتر صلابة المصريين في مواجهة هذه التحديات. أنا عايز أقول لكم على حاجة، اوعوا تتصوروا إن أنا كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية اللي موجودة في مصر، لا أنا مقدرها كويس جدا، ومقدر أكتر صلابة المصريين، وده كلام مش معنوي أو كلام أنا بقوله لكم يعني عشان، لا والله أنا عارف إن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية، بس أنا عايز أقول لكم يمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن إحنا نشاهد مشاهد قاسية جدا جدا. بنتكلم في النهاردة بأكتر من 25,000 شهيد من المدنيين، تقريبا تلتينهم من النساء والأطفال في القطاع، وأكثر من 60,000 مصاب، وتدمير كامل للقطاع كله. أنا بقول الكلام ده يعني بستدعي بيه إيه؟ بستدعي بيه قد إيه إحنا بنواجه الظروف على حدودنا، الحدود بتاعتنا الغربية والشرقية والجنوبية. اوعى تفتكروا ان الامور دي بتعدي وما بيكونش ليها تأثير علينا ولا تأثير على اقتصادنا. كل حدث من دول بيبقى ليه تداعيات. يمكن الفيلم اللي كان بيتعرض من شوية عن احداث 25 يناير اتكلم عن صعوبات واجهتها الدولة اثناء الاحداث الصعبة اللي مرت، وعملية اقتحام السجون والناس اللي هربت وكده، لكن ما تنسوش ان كمان كان من ضمن الحاجات اللي اتعملت هي محاولة تقليب الرأي العام على الدولة، تقليب الرأي العام على الدولة او بشكل بسيط او للناس كلها اللي بتسمعني، يعني يبقى احنا وانتو، يبقى احنا وانتو، يعني احنا وانتو يبقى الشعب في 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 مكان في منطقة والحكومة في مكان تاني، الشعب في مكان والداخلية أو وزارة الداخلية في مكان، وبالتالي تقليب الرأي العام يعني يقوم بدور سلبي يحفز يدفع يسيء للأجهزة وللدولة، ده الرأي العام حتى يقوم الرأي العام باللي قام بيه في 2011. واللي حصل للشرطة مش فقط عملية اقتحام السجون والهروب والناس اللي هربت، لا ده قعد احنا قعدنا اكتر من 2-3 سنين نرمم العلاقة ديت، العلاقة بين الشعب وبين الدولة وبين وزارة الداخلية، وده ما كانش امر يسير ولا سهل، كان محتاج برامج ومحتاج دعم ومحتاج صبر. من انا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده لان احنا لازم دايما نكون دايما صف واحد، مكان واحد، كتلة واحدة. أي تحدي وأي صعوبات تعدي علينا لو إحنا مع بعض، وممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا في بلدنا زي اللي إحنا شفناها ديت في 25 يناير لو إحنا بقينا إحنا وإنتوا. مفيش إحنا وإنتوا، إحنا واحد كلنا، إحنا واحد كلنا.
طبعا الرئيس تطرق للحديث عن الوضع الاقتصادي وقال انه هيتم اطلاق حوار وطني اعمق فيما يخص الاقتصاد، مع تواصل طبعا الحوار الوطني الشامل، وده للعمل على مواجهه التحديات اللي بتواجه الدوله في هذا التوقيت يا جمال. قال كمان انه اذا لم تعمل الدوله المصريه بكل ما فيها على زياده مواردها من الدولار لتصبح اكثر او تعادل الانفاق من العمله الصعبه ستستمر هذه المشكله. شوفوا احنا عندنا أزمة واحدة في الاقتصاد، واحنا يمكن انا استغل الفرصة دي ان احنا موجودين هنا مع بعض دلوقتي واقول ان احنا في الحوار الوطني اللي اطلقناه من سنتين كان فرصة كويسة قوي ان احنا نتكلم في موضوعات كتيرة جدا سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية يمكن، لكن احنا بنأكد مرة تانية ان احنا هنطلق حوار تاني. الحوار الوطني احنا قلنا لن يتوقف، وقلنا يمكن مجلس الأمم بتاعه يبقى مسؤول على ان ده يستمر عشان الحيوية اللي هو حققها خلال الفترة اللي تم فيها اجراء هذا الحوار. دلوقتي احنا بنتكلم على ان احنا محتاجين نعمل حوار اعمق واشمل من اللي كنا بنعمله فيما يخص الاقتصاد. طب انا بقول كده ليه؟ هل المتصورين، يعني انا بسمع كتير من المحللين الاقتصاديين بيتكلموا في القنوات وبيكتبوا في الجرايد، بس انا عايز اقول لكم كلكم حاجه، في فرق كبير قوي بانك انت تقول راي وانك انت تنفذ الراي. فرق كبير قوي انك تقول راي وانك تنفذ الراي ده مع راي عام، مع ناس، مع دوله في ظروف كتير قوي بتتحط في الاعتبار. لسه كنت برضو بقول بتكلم في النقطه ديت وبقول لهم اتقال لنا، وده من يعني من اقتصاديين كتير، ان احنا محتاجين نعمل انكماش شديد جدا في الاقتصاد بتاعنا. انا ما بقولش سر ولا حاجه، وان احنا نوقف كل المشروعات اللي بتتعمل. ووجهه نظر من منظور اقتصادي وجهه نظر جيده، ما فيش فيها، ما حدش يقدر يتكلم فيها حاجه، لكن انا هحط قدامنا مش وجهه نظر، هقول ايه؟ هقول طب انا الكلام اللي بقوله دايما، انا بشغل 5-6 مليون، قولوا لي انتوا يا مصريين يلي احنا كلنا في مركب واحد، اخلي ده يقفل ويروح، حتى لو انا حديله ايه؟ حديله 500 جنيه، حديله 1000 جنيه في الشهر، يعني هدفع 5-6 مليار في الشهر في السنه ب 60 مليار، في حين ان هو بيعمل ده، الراجل اللي بتكلم عليه ده اللي شغالين في الدوله كلها بالكامل بيعمل له مبلغ اكتر من كده بكتير وعايش. هتقولي بس الدنيا غالية، هقول لك غالية بس كلنا نقدر نعيش، بس كلنا نقدر نعيش لو نستحمل هنعيش وهنكبر وهنتجاوز المشكلة دي. الدولار اللي احنا بنتكلم فيه ده، احنا في رؤية طرحتها الحكومة من كام يوم ويمكن وسائل الإعلام اتكلمت فيها. شوفوا دايما كان الدولار بيمثل مشكلة كل كام سنة لينا في مصر. طب ليه؟ لأن أنا الدولة المصرية مش بس الإنفاق اللي احنا عملناه خلال السنين اللي فاتت سواء في 2011 أو حتى بعد كده أو في الحرب ضد الإرهاب، لا، إنما أنا بقدم خدمات وببيعها للناس بالجنيه وأنا بضطر إن أنا أجيبها بالدولار. هديكم مثال، والأرقام دي أرقام ممكن تتحفظ عشان نبقى متصورين حجم الجهد والدعم المطلوب مننا، مش دعم للناس، لا، دعم للفكرة أو للمسار اللي احنا ماشيين عليه. أنا بقول إن احنا مش هننسى الرقم ده لو قلناه. أنا ببقى محتاج أجيب سلع أساسية في الشهر بألف مليون، بمليار دولار في الشهر. يعني عايز أجيب قمح، ذرة، زيت، فول صويا، بمليار دولار. طب انا ببيعه للناس بايه؟ ببيعه للناس بجنيه. طيب، طب عايز وقود قد ايه؟ ممكن اقول برضو رقم، وده بالمناسبه ما بيخشش فيه، ويصلح لي وزير البترول الكلام، ما بيخشش فيه الرقم اللي مصر بتنتجه. بنتكلم في مليار دولار تاني، بنتكلم في مليار. انا بقول رقم ممكن يتهفن، يزيد شويه يقل شويه، لكن ده شهريا. طيب ايه كمان؟ النهارده محطات الكهرباء بتاخد غاز،
يساوي تقريبا، وبرضه يصلح لي الدكتور شاكر وزير البترول، تقريبا بمليار دولار كمان شهريا. يبقى 3 مليار دولار ما اقدرش ابدا انا ما اوفرهمش، ما اقدرش، لانها حاجات اساسيه. خليني ارجع مره معاكم تاني، وارجو ان احنا بس انا مش داخل في نقاش، لكن انا بحاول اشرح لكم حجم التحدي اللي احنا عايشينه من حتى من قبل 2011، حتى من قبل 2011. واقول لكم ان الارقام ديت اذا ما كانتش الدوله المصريه بكل اللي فيها يعملوا على ان احنا مواردنا من الدولار تبقى اكتر او تساوي، اكتر او تساوي انفاقنا من الدولار، يعني اللي بيجي لنا سواء بقى بنبيع منتجات، بنصدر، قناة السويس، تحويلات المصريين، السياحة، ما كانتش مصادرنا، مواردنا اللي بتيجي بالدولار تساوي او اكتر من انفاقنا، هيبقى دايما عندنا المشكلة دي. الموضوع هو ده ببساطة الحكاية. في نفس السياق أيضا، حارس الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصافحة الفنانة سميحة أيوب بعد تقديمها عرض عن بطولات رجال الشرطة والمقاومة الشعبية في بورسعيد خلال احتفالية عيد الشرطة 72. أنا سعيد جدا جدا والله بيكم جميعا طبعا، واسمحي لي السيدة الفنانة العظيمة سميحة أيوب، أهلا وسهلا بك. إحنا كلنا سعداء جدا، وأنا كان عندي أمنية إن أشوف سيادتك وجها لوجه، وربنا حقق لي الأمنية دي. أنا عندي أمنية إن أنا أسلم عليكي، بس قلت الأول أرحب بك. شكرا يا ريس، شكرا يا ريس، يا عزيز مصر، كلنا بنحبك. شعبك بيحبك يا ريس. وشكرا على الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه. أشكرك جدا يا ريس. لا، الشعب كله، الشعب كله حاسس بكل الإنجازات، حاسس بكل حاجة. شكرا، شكرا يا ريس. شكرا. شكرا يا ريس. امبارح كمان الرئيس التقى عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة 72، واتكلم عن الأوضاع في مصر بشكل عام، وقال إن اللي اتعمل في بلدنا خلال الفترة اللي فاتت حرام إنه يضيع مننا، وإنه ربنا أعاننا في ظل ظروف صعبة جدا وقدرنا نحقق اللي قدرنا نحققه حتى الآن يا جماعة. كمان سيادة الرئيس قال إن الأمور كانت ماشية كويس جدا لغاية 2020، لكن تأثرنا سلبا بسبب أزمات كورونا وروسيا وأوكرانيا وغزة. خلينا نتابع مع حضراتكم جزء من كلام سيادة الرئيس ونرجع على طول. بكلم ده للمفكر والمثقف والإعلامي وللمسؤول حتى في الدولة، لأي وزير ولأي محافظ، لأي حد، ما لو أنت ما خدتش بالك الموضوع هيبقى ترتب عليه مشكلة كبيرة جدا كلنا هندفع ثمنها، واللي اتعمل في بلدنا حرام يضيع مننا. ربنا سبحانه وتعالى عنا في ظل ظروف لا يمكن ابدا لدوله زي حالتنا تعمل اللي عملته، ما تقدرش. ليه؟ انت عندك عدد كتير من الناس ومواردك محدوده جدا، وانت متصور ان يعني ايه ان الموارد دي تكفي كل شيء. لا، طب احنا زدنا 26 مليون النهارده من 2011 للنهارده، هو ده رقم ملوش تاثير، ملوش مطالب في كل شيء في كل قطاع. فانا انا بقول الاول، يا ترى هل هي كانت ازمه اولويات؟ لا، بس انا بتكلم كراصد لراي عام في مصر وقدرته على التحمل بعد فتره صعبه مرت في قبلها، ثم في 2011 و12 و13، ويعني ما عندوش امل وعنده حاله احباط كبيره، وكان التفجيرات في كل مكان والناس حاسه ان البلد بتضيع. فانت كنت عايز تقفز بيهم من الحاله المعنويه وحاله الاحباط وعدم الثقه لحاله تانية. الامور كانت ماشيه كويس،
بجد لغاية 2020، وكان معدل النمو يعني أكتر من 6%، مش كده يا دكتور؟ و 6% مش لفئة، لطبقة، لا، أنت بتتكلم لكتلة، الكتلة الغالبة اللي هي الناس اللي احنا بنستهدفها دايما، اللي هو الغلبان. أنت عايز، أنت أي حد، أي حكومة، أي مسؤول، عينه على مين؟ عينه أبدا مش على الرجل المستور أو الأسرة الغنية، لأنها تقدر تحل المسألة حتى لو كانت بتعاني شوية. لكن الغلبان ده يطحن في الأرض، هيجيب منين؟ هيجيب منين؟ يصرف إزاي؟ يودي ولاده مدرسة إزاي؟ يأكلهم إزاي؟ يدفع كهرباء ومية ويجيب لبس إزاي لما الدنيا تبقى صعبة كده؟ فالفكرة كلها ما كانتش أبدا أزمة أولويات، لا، الموضوع كان واضح إن لابد إن الدولة دي تتماسك بأسرع ما يمكن. لكن خلي بالكم، لو حليت أزمة الدولار فيك يا مصر ولا يهمني أي حاجة تاني. الأزمة دي إيجابيتها حاجة واحدة بس، فرض الحل علينا إن إحنا لازم نحل مسألة الدولار بشكل إيه بقى؟ نهائي. امبارح قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كان سبب زيادة في النشاطات الإجرامية، خاصة ترويج المخدرات. كمان قال إن التوسع في توظيف التكنولوجيا لخدمة منظومة الأمن والضربات الاستباقية نجحت في تقويض عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين. خلينا نشوف دلوقتي جزء من كلمة وزير الداخلية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالغ التقدير والاعتزاز لتشريف سيادتكم والسادة الحضور احتفال هيئة عيد الشرطة الذكرى 72 لمعركة الإسماعيلية المجيدة، التي نستعيد فيها مشاهد يوم خالد لضمير الأمة المصرية، حين وقف رجال الشرطة ليخوضوا واحدة من أشرف المعارك، ترسيخاً لتلاحمهم وتكاتفهم وأبناء الشعب المصري، ليسطر التاريخ كيف كانت تضحيات الشرطة تعبيراً عن عطاء وطني صادق ممتد عبر العصور إلى اليوم، مؤمناً وواعياً بأهدافه، تجسد مراحل النضال الوطني مسيرة شعب عريق يدافع كعهده عن رفعة بلاده. تلك المسيرة التي وصلتموها سيادة الرئيس، وبذلتم وما زلتم الجهد والعزم لمواجهة التحديات وإعادة البناء، لتحيا مصر عزيزة كريمة صامدة في مواجهة المؤامرات والأطماع، فكانت ثقة الشعب واختياره الجمع الكريم. تتعاظم التحديات الأمنية في ظل محيط إقليمي مضطرب وعالم يموج بالصراعات والمتغيرات، قد حرصت الاستراتيجية الأمنية على التعامل الفعال مع معطيات هذا الواقع من خلال ترتيب الأولويات وتقييم المخاطر والارتكاز على أسس علمية في التخطيط والمبادئة، لتحقق الاستباق الأمني في مواجهة ما يهدد أمن المجتمع واستقراره. قد حققت وزارة الداخلية إلى جانب رفقاء الدرب بقواتنا المسلحة نجاحات مؤكدة في مواجهة الإرهاب وتقويض نشاطه وتفكيك هياكله وتكفيف منابع تمويله، إلا أنه يظل خطراً قائماً يستوجب استمرار اليقظة الأمنية في ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراقع الأوضاع الأمنية بالمنطقة لإعادة التمركز وتكوين بؤر جديدة تتخذها منطلقاً للتمدد واستعادة قدراتها. كما تنشط تلك التنظيمات في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب وتدريبه افتراضياً ودفعه للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات بلاده. كما تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لإحياء نشاطها عبر توظيف لجانها الإعلامية لترويج الشائعات وتكريس الإحباط والتحريض على العنف زعزعة الاستقرار والسلام المجتمعي، فضلاً عن اتخاذها لبعض العناصر التي قد تختلف معها فكرياً كواجهة لتحقيق أهدافها المؤسمة تحت شعار اختلاف الفكر ووحدة الهدف. وهنا تواصل أجهزة الوزارة بالضربات الاستباقية الأمنية والحاسمة وبمساندة شعبية ضحرها لتلك المخططات ومنع امتداد أنشطتها إلى داخل البلاد،
وقطع خطوط إمدادها وتمويلها، والتي تتم بأساليب غير نمطية لمحاولة تفادي الرصد الأمني، حيث نجحت الجهود الأمنية خلال العام الماضي في إجهاض 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية تقدر قيمتها السوقية ب 3.6 مليار جنيه لتورطها في تقديم الدعم المالي لتنظيم الإخوان الإرهابي. كما تحرص الوزارة على تكثيف برامج التوعية وأساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وتفنيد الأكاذيب وتبصير الرأي العام بالحقائق. هنروح مع حضراتكم لأبرز أخبار المحافظات. في بورسعيد تم افتتاح مركز الغسيل الكلوي بمجمع الشفاء الطبي، أما في البحر الأحمر فتم افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام. النهاردة كمان في الدقهلية هيتم قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض القرى بسبب أعمال الصيانة، أما في الشرقية تم فحص 2684 مريض بقافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة. تفاصيل وأخبار أكثر عن محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في بورسعيد افتتحت الهيئة العامة للرعاية الصحية مركز الشفاء للغسيل الكلوي بمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة. بيضم المركز 43 ماكينة غسيل كلوي وأحدث التجهيزات الطبية عالية المستوى، وبيقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الكلى وملحق به عيادات خارجية للمتابعة المستمرة للمرضى، سواء مرضى الغسيل الكلوي أو ما بعد زراعة الكلى. في بني سويف شهدت المحافظة تدشين مشروع معاً من أجل حياة كريمة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة، اللي بيستهدف تنفيذ حزمة من الأنشطة والجهود المجتمعية في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز وحدات الإدارة المحلية والتدريب والتوظيف للشباب وغيرها من المجالات. في الدقهلية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه اليوم الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً لمدة 8 ساعات عن عدد من القرى بسبب أعمال الصيانة. في البحر الأحمر تم افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ضمن مشروعات تطوير وميكنة خدمات المواطنين وتسهيل تقديم الخدمات وفصل طالب الخدمة عن مقدمها. في الفيوم أطلقت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية، وتم علاج 5608 حيوان ما بين أمراض باطنية وعلاج وفحص تناسلي وعلاج طفيليات داخلية وخارجية وعمليات جراحية، ليصل إجمالي المستفيدين من القافلة 3418 مستفيد. في الأقصر شهدت أرض مطار البالون الطائر في البر الغربي خروج 30 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالي 630 سائح من حول العالم للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية وقرص الشمس والمعابد الأثرية من السماء. في الشرقية نفذت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية شاملة مجانية بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز مدينة أبو كبير، واشتملت القافلة على 13 تخصص طبي وأجرت الكشف الطبي المجاني على 2684 مريض من أهالي القرية. شاهدينا فقراتنا مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحاً. هنروح لفاصل سريع جداً نرجع لحضراتكم على طول، استنونا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. كمان في النهاردة فرص لأمطار متوسطة هتكون غزيرة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفي أمطار من خفيفة لمتوسطة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة. كمان في النهاردة نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، هتكون كمان مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك ظلاميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس، خصوصا أن في بعض الظواهر الجوية المختلفة زي الرياح ومثيرة للرمال والأتربة، وده هيأثر طبعا على مرضى الحساسية وغيره من التغيرات الجوية اللي احنا بنشهدها من امبارح. بالفعل يمكن اليوم هيكون في تعمق للمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بشكل كبير، فده هيؤدي لزيادة الأمطار في المناطق الداخلية وأيضا كمان على المناطق الساحلية
مع استمرار طبعا تأثرنا بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي بتكون منخفضة فوقيا درجات حرارتها، بتكون محملة كمان بكميات من الرطوبة، فده بيجعل ان احنا نحس بالأجواء الشتوية نقدر نقول عليها مائلة للبرودة فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد. طبعا الأجواء بتبقى أكثر في المحافظات الجنوبية اللي هو جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار خاصة كمان مع يعني فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. لكن فور غياب أشعة الشمس طبعا هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده هيكون ملحوظ بشكل كبير فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر. أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، توصل لحد الصقيع على محافظة الوادي الجديد، بعض الأماكن من وسط سيناء نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى لأقل من 5 درجات. ونأكد أن هيكون في انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة فترة الليل. هيكون كمان في نشاط للرياح، وجود نشاط للرياح هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، مزيد من البرودة في معظم محافظات الجمهورية. نشاط الرياح كمان ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة خاصة في محافظة أو محافظات جنوب الصعيد، الأقصر وأسوان، المناطق دي ممكن يكون عليها بعض الأتربة والرمال المثارة. وطبعا مع تعمق المنخفض الجوي فرص الأمطار هتبقى موجودة معنا اليوم بشكل كبير على السواحل الشمالية اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أمطار متوسطة بتغزر أحيانا على مطروح والأسكندرية، شمال الوجه البحري، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، أمطار متوسطة على سواحلنا الشمالية الشرقية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. بتمتد الأمطار بكميات أقل للمحافظات الداخلية، وكمان هتمتد خلال فترة المساء، فهتكون أمطار ما بين الخفيفة للمتوسطة خلال فترة المساء على مناطق من جنوب الوجه البحري، مدن القناة، القاهرة الكبرى، وقد تصل كمان فرص أمطار خفيفة لمناطق من شمال الصعيد. فبالتالي احنا عندنا أمطار متفاوتة الشدة بتختلف كميتها من محافظة للتانية على مدار اليوم إن شاء الله النهاردة، ويمكن احنا متوقعين للأمطار إن هي تستمر معنا خلال الأيام المقبلة إن شاء الله، لأن المنخفض الجوي مكمل معنا في التأثير بشكل كبير على محافظة. أظن لحد يوم الاثنين اللي جاي، مظبوط يا دكتور؟ يمكن كمان اليوم الثلاث، يعني يمكن يكمل معنا كمان لحد يوم الثلاث استمرار تأثرنا بالمنخفض الجوي. كميات الأمطار بس هتختلف من يوم للتاني، الأماكن والكميات هتختلف من يوم للتاني، لكن مستمر معنا فرص الأمطار خاصة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط لأنها هي أكثر تأثرا بالمنخفض الجوي. طيب كمان مع التقلبات الجوية دي، هل في أماكن بيتم يعني هتأثر على أعمالنا اليومية الأمطار دي أو الرياح المثيرة للرمال والأتربة، فيفضل الناس مثلا تاخد حذرها أكتر من أماكن تانية؟ هو إن شاء الله في المحافظات الداخلية مش هيكون في أي تأثير على أعمالنا اليومية وأعمال الأنشطة اليومية، لكن في المحافظات الساحلية كميات الأمطار مش قليلة وخاصة في المنطقة الغربية، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير من كميات الأمطار لأنها أمطار متوسطة ممكن كمان في بعض الأوقات أو بعض الأماكن تزيد عن المتوسط وتصبح أمطار غزيرة. فمهم جدا للسادة المواطنين وخاصة في المحافظات الساحلية أثناء سقوط الأمطار إن احنا تكون الأول القيادة بهدوء تام على الطرق، لأنها لا قدر الله ممكن تؤدي لانخفاض رؤية أفقية أو انزلاق عجلات على الطريق. مهم جدا إن احنا نبتعد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وألواح الأناف المعدنية الموجودة في شوارع المباني المتهالكة. مهم كمان إن احنا ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير، ونأكد لازم ملابس شتوية ثقيلة فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر. وبالإضافة كمان إن احنا مهم جدا نتابع النشرات الجوية، لأن احنا بنقول الحالة الجوية دي مكملة معانا خلال الأيام اللي جاية، هيكون في مزيد من الانخفاض كمان في قيم درجات الحرارة مع الأسبوع المقبل إن شاء الله. مهم جدا إن احنا نتابع النشرات الجوية وننوه كمان على اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ارتفاع أمواج ما بين 2 إلى 3 متر في البحر المتوسط غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 18 والصغرى 12، العاصمة الإدارية 18-11، اسكندرية 18-12، والعلمين الجديدة 17-11، مطروح 18-11، دمياط 17-13، بورسعيد 18-13، الإسماعيلية 19-11.
السويس العظمى فيها 18 والصغرى 12، العريش 19 11، كاترين 16 3، وطابة 20 12، حلايب 22 17، وشلاتين 25 16، شرم الشيخ 22 14، والغردقة 22 13. الفيوم العظمى فيها 18 والصغرى 9، بني سويف 18 8، الوادي الجديد 21 8، وأسيوط 18 7، سوهاج 19 8، قنا 19 8، الأقصر 20 9، وأخيرا أسوان العظمى فيها 20 والصغرى 11. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. وتعالوا دلوقتي نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل معنا النهاردة، وأهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس آسيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الساعة 1 الظهر ندوة بعنوان أطروحات التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر دكتور محمود زقزوق نموذجاً. وأيضاً هيعقد جناح الأزهر الساعة 4:30 عصراً ندوة بعنوان نصر أكتوبر وأفاق الوعي الديني والمجتمع المعاصرة. ويشارك الأزهر الشريف للعام الثامن على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. النهاردة هيبدأ الجهاز المصرفي في تنفيذ قرار البنك المركزي بمنح البنوك أجازة رسمية بمناسبة احتفالات عيد الشرطة والذكرى 13 لثورة 25 يناير 2011. وقبل أيام أعلن البنك المركزي في بيان رسمي تعطيل العمل بالجهاز المصرفي الخميس الموافق 25 يناير. النهاردة والعشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأسيوية. هيلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع ماليزيا الساعة 1:30، في نفس التوقيت هيلتقي منتخب الأردن مع منتخب البحرين، الساعة 5 مساء هيلتقي منتخب السعودية مع منتخب تايلاند، في نفس التوقيت هيلتقي منتخب قيرغيزستان مع منتخب عمان. طبعا كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن التضحيات اللي قدمها رجال الشرطة البواسل من زمان ولحد دلوقتي. دلوقتي نتكلم عن تضحية سجلها البطل الرائد مصطفى عبد الرازق اللي استشهد أثناء مطاردة عنصر إجرامي سبق اتهامه في عدد من القضايا ما بين بقى مخدرات وسلاح، وده كان في محافظة أسيوط. امبارح سيادة الرئيس كرم أسرة أبطال البطل الرائد مصطفى عبد الرازق، ومعانا دلوقتي على التليفون لواء نور عبد الرازق عم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر، وصباح الخير يا وطننا الغالي يا رب. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني لو تعرفنا في البداية وتعرف السادة المشاهدين أكتر عن قصة تضحية البطل الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق والحادث اللي استشهد فيه. الابن الغالي مصطفى عبد الرازق كان ضابط مباحث في محافظة أسيوط، وكلف من رؤسائه بالتوجه ل ضبط احد العناصر المتاجره في المخدرات من العناصر الخطيره المسجله على مستوى الوزاره. واثناء تواجده في الماموريه والتعامل مع المجرم الخطر ده فاصيب وانتقل الى رحمه الله في هذه الحادثه الشديده، كانت لها وقع واثر شديد علينا وعلى المواطنين كلها في محافظة أسيوط وسوهاج. والله طيب انتوا يا سيادة اللي هو كأسرته ازاي استقبلتوا الخبر ده؟ لا يعني ما نقولش حضرتك حاجة، يعني احنا الحقيقة الضابط مصطفى كان من الشخصيات الجميلة والشباب الخدوم اللي بيؤدي واجبه بأكمل وجهه وما لا يتأخر في خدمة المواطنين. وهم دول دايما يا فندم اللي الشهادة بتطلبهم زي ما بنقول. نعم يا فندم، هم دول هذه النماذج اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي، دول اللي الشهادة بتطلبهم. اعمل ايه يا فندم؟ الشهادة بتطلبهم، يعني هم بينالوا الشهادة نتيجة حاجات كتيرة جدا، نتيجة اخلاصهم في العمل، نتيجة تعاونهم مع الناس، نتيجة قيامهم بخدمات لكل الناس. لا لا حضرتك، احنا من عائلة صعيد مصر نعشق الشرطة ونعرف نعشق بلدنا وخدمتها، وفي يعني عائلة علي عبد الرحمن في طبة قدمت قبل كده شهداء برضو في حرب الاستنزاف وفي الشرطة سابقا،
وطبعا كان وقع الخبر كان شديد علينا كلنا للمفاجأة يعني مش أكثر، إلا أنه هو الآن في مكان أفضل اللي إحنا صحيح. من أي واحد مننا من الذين كان خدموا في هيئة الشرطة بيتمنى أي ضابط يطلع من بيته الصبحية وبقول يا رب يعني نكونوا من الشهداء، ما يعني دول ما فيش أرقى من كده في الدرجات كنا يعني طبعا. فإحنا يعني احتسبناه شهيد عند ربنا، وكان مشهد عظيم يوم وداعه وجنازة عسكرية محترمة، وكان بلدنا ومحافظة أسيوط ومحافظة سوهاج كان كلهم في أثناء التشييع. والحقيقة طبعا إحنا برضو كلنا مستعدين إن إحنا ندافع عن بلدنا ووطننا الغالي في أي لحظة يطلب وطننا دماءنا كلنا تحت أمر. وده دايما اللي احنا يعني بننتظره من حضراتكم وبنتوقعه دايما منكم، تضحيات كتيره جدا زي ما حضرتك تحدثت يا سياده اللواء، سلسله من التضحيات زي ما حضرتك ذكرت من وقت حرب الاستنزاف. احنا يعني بنحيي حضرتك وشرف لينا ان انت تكون معانا في صباح الخير يا مصر. وطبعا يعني هو زي ما حضرتك قلت في اعلى درجات الجنه، لكن دايما بندعي ربنا انه يصبر بس قلوبنا على الفراق. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار مع لمي. شكرا لك شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب تأخذ مكانها على حائط الشرف. وخلال كلمته في احتفالية الذكرى 72 لعيد الشرطة، أضاف الرئيس السيسي أن الذكرى تأتي في وقت محوري تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة، وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا. وحول التطورات بالمنطقة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تبذل جهودا كبيرة في سبيل منع توسيع الحرب ووقف إطلاق النار. وأكد الرئيس السيسي أنه ليس من مصلحة المنطقة أن تدخل في اقتتال لأن نتائجه صعبة على الجميع. وأوضح الرئيس السيسي أن نتائج الأشهر الأربعة للحرب أنهكت الجميع وكانت قاسية، محذرا من خروج الأمور عن السيطرة بشكل أكثر من ذلك. استشهد أكثر من 10 أشخاص وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي مخيم النصيرات أعلنت مصادر فلسطينية انتشال 4 شهداء أطفال بعد قصف طائرات الاحتلال للمخيم. يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة بقطاع غزة. نددت الأمم المتحدة بالانتهاك الصارخ لقوانين الحرب بعد غارة جوية على ملجأ يؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلن مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة توماس وايت أن قذيفتي دبابات أصابتا مبنى يؤوي 800 شخص، مشيرا إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين. أعلن مسؤولون أمريكيون أن البحرية الأمريكية طردت صواريخ في البحر الأحمر خلال مرافقة سفينتين تابعتين لشركة الشحن الدنماركية ميرسك. من جانبه أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن صاروخاً أخطأ هدفه، وأن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت صاروخين آخرين كان يستهدفان إحدى السفن. وأضاف كيربي أن الهجوم يؤكد بشكل واضح أن الحوثيين ما زالوا ينوون تنفيذ مثل هذه الهجمات، متعهدا بقيام واشنطن بما يلزم لحماية الملاحة البحرية. أعلنت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. يأتي ذلك بعد سلسلة من الغارات نفذتها واشنطن ضد منشآت مرتبطة بفصائل عراقية مسلحة. وتعرضت قوات أمريكية في العراق وسوريا للهجوم حوالي 150 مرة من مسلحين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
رياضيا، يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور 16 من بطولة أمم أفريقيا والمقررة الأحد المقبل. وتأهل منتخب الفراعنة إلى الدور الثاني للبطولة بعد تعادله مع رأس الأخضر بهدفين لكل منهما في ختام الدور الأول، ليرتفع رصيده إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة. مشاهدينا، انتهى موجز 8، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ومازلنا مستمرين معاكم في هذه الحلقه الاستثنائيه اللي نحتفل فيها مع حضراتكم بعيد الشرطه. وفي يوم زي ده لازم نفتكر بطوله النقيب احمد شوشه اللي استشهد في حادث الواحات وكان بيحمل لقب اسد الصحراء، وده نظرا لشجاعته وبطولته اللي كان بيتميز بيها. احنا دلوقتي معانا على التليفون النائب حافظ شوشه، والد الشهيد النقيب احمد شوشه شهيد عمليه الواحات. صباح الخير عليك يا سياده النائب. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا جمانه. يا اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا ازاي تم عمليه التكريم، تكريم الاسره من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايه مردود التكريم ده معنويا على حضراتكم؟ طبعا انا على الاول عايز اقول كل سنه وانتم طيبين لجميع رجال الشرطه اللي بيحموا مصر، اللي بيضحوا بدمهم عشان شعب مصر وعشان تراب مصر، عشان مصر تفضل أبية طول عمرها. بالنسبة لتكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا لما رحت الاحتفال بتاع التكريم بتاعه، أقسم بالله العظيم أنا اللي كنت بعزيه في وفاة ابنه. أنا كنت حاسس إن هو كان حاسس بيا وبالشهيد أكتر مني أنا شخصياً. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والد لكل الشهداء، والد لكل شعب مصر. يعني الحقيقة تابعنا هذه المشاهد يا فندم، وكان واضح الحقيقة يعني المؤازرة كمان. لكن خليني أعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين، يعني أنا أسفة أن أنا برجع على حضرتك يعني هذه الذكريات، لكن لو تحكي لنا وتحكي للسادة المشاهدين آخر مرة كان في تواصل بينك وبين الشهيد البطل النقيب أحمد شوشة، تحكي لنا آخر اتصال كان شكله عامل إزاي، آخر لقاء. هي أصعب حاجة في الدنيا كلها فراق الأحباب، وبالذات فراق الابن. والله يا جمانة أصعب شيء في الدنيا طبعا. أنا بس قبل ما أقول آخر لقاء، أنا عايز أقول كلمة واحدة. أنا عايز أقدم شكر عظيم 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 جدا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه قدر يوقف شلال الدم اللي كان مفتوح، اللي كان فتحه الإرهابيين على مصر. يعني إذا كانت دي حاجة واحدة أنا بشكره مليون مرة على إن هو قدر يقضي على الإرهاب بمساعدة طبعا الشرطة والجيش. بالنسبة لآخر مكالمة وآخر لقاء مع أحمد ابن الله يرحمه، هو كان متعود أن هو كل خميس وجمعة بيجي يقضي معايا في السويس، فاتصل بيا بالتليفون قال لي بابا أنا عندي مأمورية. إيه يا أحمد؟ طبعا حضرتك عارف العمالة الخاصة بيقولوش المأمورات اللي عندهم. قال لي أنا عندي مأمورية بابا وادعي لي. فاتوكل على الله. تاني يوم سمعت في التلفزيون إن في عملية إرهابية في الواحات، أنا ما أعرفش إن هو موجود هناك أساساً. أقسم بالله العظيم ما أعرف، أنا حسيت إن ابني موجود هناك. وبعد كده توالت الأحداث وعرفت إن هو استشهد، وعرفت إن هو كان بيدافع عن تراب مصر، وعرفت إن العملية الإرهابية بتاعتهم دي لو كانت داخلك كانت عملت حاجات كبيرة قوي في عندنا في مصر الحمد لله. فبنشكر ربنا سبحانه وتعالى إن هم قدروا يوقفوا الإرهابيين عند حدودهم في المنطقة دي. بفضل تضحياتكم طبعا يا فندم. طبعا بكل تاكيد سياده النائب، دايما الابطال اللي بيستشهدوا كان بيبقى حديث داير كده بينهم وبين افراد الاسره، انه دايما يقولوا ان احنا عمرنا هيبقى قصير، ان احنا هنستشهد. فهل كان دايما بيتكلم معاكم عن الموضوع ده، ان هو مثلا وارد ان هو يدخل في عمليه فيستشهد، قال عمليه تاهيل نفسي للاسره يعني؟ والله هقول لحضرتك حاجه، دايما الضباط وبالذات الضباط اللي هم بتوع الشرطه او بتوع الجيش كله بيبقى خارج، وبالذات العمليات الخاصه خارج، ويقول لك انا مش راجع تاني. يعني كلهم بيبقى عارفين كده، بيقول لك شهيد. حتى لو تخش حضرتك على الفيس بتاعهم كله يقول لك شهيد تحت الطلب. يعني هم جاهزين يستشهدوا في اي لحظه من لحظات الاكاديميه بتاعتهم. احمد ابني كان اخر مكالمه مع اخته بيقول لها ادعي لي. بتقول له ليه؟ قال لها انا ممكن في اي وقت اكون شهيد. تقول له ما تقولش كده يا احمد. قال لها ادعي لي بس ان ربنا يقبلني ان انا اكون شهيد عنده.
صدقني مصر مصر قوية جدا جدا، أقسم بالله العظيم بشبابها وبرجالها اللي ممكن يضحوا بحياتهم كلها عشان مصر تعيش. طبعا صدقني. طبعا طبعا يا ست النائب أكيد. طيب يعني حضرتك تتكلم عن العقيدة اللي موجودة عن يعني أبطالنا إن كان جيش أو شرطة، خليني أعرف من حضرتك يعني العقيدة اللي كانت عند البطل النقيب أحمد شوشة، هل يعني أكيد دي ما كانتش أول عملية يتعامل فيها، كل مرة كان بيبقى نازل طبعا زي ما حضرتك قلت ما بتبقوش عارفين أماكن العمليات أو العمليات ما بيبقاش عندكم معلومات لأنها بتكون سرية، لكن التعامل تعامله والله يرحمه كان عامل إزاي، عقدته لو دي أكتر حاجة أنا حابة حضرتك توضحها لنا وتوضحها للسادة المشاهدين. هقول لحضرتك حاجة، أحمد ابني كان بيمشي في الشارع أو في المنطقة عندنا محدش كان بيعرف أنه هو ضابط شرطة، عمره ما نزل باللبس بتاعه وتمشى وتمنظر وعمل أنه هو ضابط شرطة أو كده، عمره ما نزل بالسلاح في جنبه ومبينه، ما كانش بيتكلم. هقول لحضرتك حاجة، البواب بتاع العمارة عندنا ما يقولوش غير يا عم فلان يا عم فلان، أي حد أي مشكلة مع أي حد صدقيني كان بيقف قبل أي حد فيها، عمره في حياته هو صغير وهو في اعدادي في ابتدائي في ثانوي في كده عمره ما عمل مشكله مع اي حد، اقسم بالله العظيم. انت عارف ابني الحمد لله كان دخل الامتحانات بتاعه الشرطه بتاعه الجيش، نجح في الاثنين، نجح في الشرطه وفي الجيش، بس قال لي بابا انا عايز اكون في وسط الناس، انا عايز اخدم الناس من وسطهم. يعني كانت حاجه جميله قوي قوي، الله يرحمه هو وجميع الشهداء بتوع مصر. امين يا رب. سياده النائب، دايما اهالي الشهداء ليهم حق، ليهم حق عندنا كلنا كمواطنين، وكمان ليهم حقوق عند الوزاره، طبيعه التواصل ما بينكم وما بين الوزاره عامله ازاي؟ ما تقدمه الوزاره لاهالي الشهداء عباره عن ايه؟ التواصل عامل ازاي؟ لا هقول لحضرتك حاجه، انا بعتبر ان جميع ضباط الشرطه دول اخواتي واولادي، معالي الوزير على طول على اتصال بينا، اي مشكله بتحصل مع اي حد من اهالي الشهداء صدقني اول ناس بيكون موجودين. انا عندي اسبوعيا في تواصل مع العلاقات الانسانيه سواء في السويس او سواء في القاهره بتصلوا بيا بالتليفون، في اي مشكله عند حضرتك، في اي طلبات عند حضرتك، صدقني ما بيسيبوش اهالي الشهداء في اي حاجه، سواء الاب او الام او الاخوات، سواء في علاج، سواء في سكن، سواء في شغل، لا لا انا حاسس ان ابني موجود بالاهتمام اللي انا شايفه من الدوله كلها باهالي الشهداء، بامانه ربنا اقسم بالله العظيم ده اللي بيحصل. وده طبعا حقكم علينا كلنا. سياده النائب حافظ شوشه والد الشهيد النقيب البطل احمد شوشه، شكرا جزيلا لك. شاهدينا دلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن البطولات والتضحيات اللي قدمها رجال الشرطه وخصوصا معركه الاسماعيليه سنه 1952 واللي كانت شاهده على بسالة رجال الشرطة المصرية في مواجهة الاحتلال، كمان الدور الكبير اللي قاموا بيه في مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار. الشرطة المصرية تاريخ طويل من التضحيات والبطولات، تاريخ سطر بأحرف من نور، حكايات مكتوبة بالذهب في سجلات التاريخ الوطني المصري. في يوم 25 من يناير تحتفل شرطتنا المصرية بعيدها الذي يعد تخليداً لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952 والتي راح ضحيتها 50 شهيداً و80 جريحاً من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي. انطلقت شرارة هذه المعركة في صباح يوم الجمعة الموافق 25 من يناير عام 1952 عندما قام القائد البريطاني بمنطقة القناة أكسهام باستدعاء ضابط الاتصال المصري وسلمه إنذاراً لتقوم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية بتسليم أسلحتها للقوات البريطانية وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة، فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطاني، وهو ما جعل إكسهام وقواته يحاصرون المدينة مع تقسيمها إلى حي العرب وحي الأفرنج ووضع سلك شائك بين المنطقتين بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحي الراقي مكان إقامة الأجانب. وهنا قابل قائد قوات الاحتلال إكسهام اليوزباشي مصطفى رفعت قائد بلوكات النظام الموجودة بمبنى محافظة الإسماعيلية لإخلاء المبنى،
فرد عليه قائلاً: إذا لم تأخذ قواتك من حول المبنى سأبدأ أنا الضرب، لأن تلك أرضي وأنت الذي يجب أن ترحل منها وليس أنا، وإذا أردتم المبنى فلن تدخلوا إلا ونحن جثث. وهنا بدأت المعركة، وقاتلت قوات الشرطة ببسالة، وقدمت أشرس معركة في تاريخ الوطن ضد الاحتلال البريطاني. وظل أبطال الشرطة صامدين في مواقعهم يقاومون ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم. ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفي إعجابه بشجاعة المصريين، وقال: لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف، ولذلك فإنه من واجبنا احترامهم جميعاً ضباطاً وجنوداً. وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريماً لهم وتقديراً لبسالتهم، حتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية في معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزي محفورة في الأذهان، يتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصري وتحتفي بها. وهنا قدم رجال الشرطة البواسل أروع البطولات والتضحيات دفاعاً عن استقلال الوطن وحريته، وهذه الجهود استمرت في حفظ الأمن والأمان ومواجهة الإرهاب، وحيث سيقف التاريخ كثيراً أمام جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الوطن. وعلى مدار السنوات الماضية قدمت وزارة الداخلية تضحيات أبنائها من أجل أن تقف مصر على قدميها بعد الفوضى، واستطاعت وزارة الداخلية القضاء على أغلب البؤر الإجرامية والخلايا الإرهابية التي كانت تشكل خطراً على الدولة، هذا بالإضافة إلى التصدي لكل أشكال الجرائم. وهنا أصبح المصريون يعيشون في أمن وأمان منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن مهمته الأساسية الأولى كانت تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك وقدرات مؤسساتها واستعادة الاستقرار الضروري لمواصلة التقدم. وقد عملت وزارة الداخلية أيضاً على تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية، وبذلت جهوداً قوية لتطوير أجهزتها وتحديثها بشكل كامل وإعادة تسليح أفرادها بأحدث الأسلحة والأدوات المطلوبة، وهو ما جعل الجهاز الأمني قادراً على مواجهة كل أشكال الجرائم. دلوقتي هنتابع أبرز الأخبار الرياضية المحلية والعالمية مع علامة. تفضل يا رب. شكرا لك يا شازلي. مشاهدينا بصبح عليكم مرة تانية وأهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب ناميبيا اتعادل مع مالي بنتيجة 0-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا، وضمن منتخب ناميبيا التأهل للدور 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية ضمن أفضل توالت وتصدر منتخب مالي جدول ترتيب المجموعة الخامسة ورصيد 5 نقط. ومنتخب تونس ودع بطولة كأس أمم أفريقيا بعد ما تعادل مع منتخب جنوب أفريقيا بدون أهداف، وده في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، ورفع منتخب تونس رصيده لنقطتين في المركز الرابع بالمجموعة الخامسة، ووصل رصيد جنوب أفريقيا ل4 نقط في المركز الثاني. جلال القادري أعلن استقالته من تدريب المنتخب التونسي بعد توديع نصور كارتاج بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والمقامة حالياً في كوت ديفوار، وأكد القادري أن عقده انتهى مع منتخب تونس بمجرد توديع البطولة الأفريقية. رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن رحيل المدير الفني للمنتخب الأول جمال بالماضي بعد ما ودع منتخب الجزائر بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي. الاتحاد الغاني لكرة القدم أعلن بشكل رسمي إقالة كريس هيوتن من تدريب البلاك ستارز بعد فشله في تحقيق أي انتصار ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 ووداع المسابقة من دور المجموعات.
كمان منتخب اليابان فاز على منتخب اندونيسيا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب استاد تماما في ختام مواجهات دور المجموعات في الأمم الآسيوية، وتأهل منتخب اليابان للدور الثاني من البطولة بعد وصوله للنقطة الستة في المركز الثاني، وتجمد رصيد اندونيسيا عند 3 نقط في المركز الثالث. كمان منتخب العراق فاز على منتخب فيتنام بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا، وتأهل منتخب العراق للدور 16 من بطولة كأس آسيا متصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقط، وكده ودع منتخب فيتنام البطولة بلا أي نقاط. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، نروح لفاصل ونستناكم مرة تانية. واحنا بنحتفل النهاردة بعيد الشرطة لازم نتكلم عن الدور اللي بيقوم بيه رجال الداخلية في حماية المواطنين وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل، وإزاي رجال الشرطة كان ليهم دور كبير في استعادة الأمن. طبعا عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن استراتيجية وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان من ضيفنا دكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة اللي منورنا. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على مصر كلها. يا أهلا بيك يا فندم. بكل تأكيد ما كانتش مهمة سهلة على الإطلاق استعادة الأمن والاستقرار في البلاد بعد الفترة اللي شهدتها مصر تضحيات كتيرة جدا بذلتها وزارة الداخلية ورجال الشرطة البواسل. لو نتكلم عن استراتيجية الوزارة بشكل عام في تحقيق الأمن والأمان. والله احنا عايزين نقول الاول كل سنه وشرطه مصر بخير ويا رب دايما بخير، وكل سنه ومصر كلها بخير ويا رب دايما بخير ان شاء الله. وبرضو بنترحم على شهداء الشرطه وشهداء القوات المسلحه وشهداء المصريين من المدنيين حتى، وبنترحم على شهداء فلسطين. يا رب ان شاء الله الاستقرار يعود للمنطقه، لان ده مؤثر بلا شك على امننا وامن المنطقه كلها. وعايز اقول لحضرتك ان استراتيجيه وزاره الداخليه لاستعاده الامن طبعا دي خدت مراحل متعدده، ولان الامن ليه مفهوم لم يعد المفهوم التقليدي القديم. الامن دلوقتي بقى مفهوم شامل زي ما اشار سياده الرئيس، الامن بقى امن اقتصادي وبقى امن سياسي وبقى امن جنائي، وبالتالي اصبحت الاعباء اللي على جهاز الشرطه اعباء كبيره جدا، واتعملت الاستراتيجيات الجديده كلها تواكب ذلك. أصبح في جرائم مستحدثة، أصبح في جرائم بترتكب على الإنترنت، أصبح التوسعات المدن الجديدة، أصبح الاقتصاد اللي بيعيشه المصريين في الوقت الراهن، كل ده كان ليه تأثيرات على الأمن كانت متطلبة أن الاستراتيجية تواكب ذلك. والحمد لله وزارة الداخلية ممثلة في أجهزتها المتعددة، سواء الأمن الوطني عشان الأمن السياسي، سواء الأمن الاقتصادي أو القطاع الامن الاقتصادي او قطاع الامن الاجتماعي او قطاع الامن العام او قطاع الامن المركزي، كله طور في استراتيجياته، كله غير في استراتيجياته ليواكب الجديد اللي اصبح العالم بيعيشه، وليواكب كمان التداعيات الاقليميه والدوليه اللي بقى لها دور كبير جدا في زياده عدد البار الاجراميه، سواء في الارهاب سواء في المخدرات. كل ده اثر سلبا ما فيش شك على النواحي الامنيه، وبالتالي بقى متطلب مجهود اكبر. الحمد لله وزارة الداخلية قدرت تواجه ده، والمواطن المصري يمكن عايش من فضل الله سبحانه وتعالى في الفترة اللي فاتت دي في أمن وأمان، ما حسش بهذه المتغيرات وتأثيراتها السلبية على دول كتير جدا حوالينا في المنطقة. طيب دكتور، الحقيقة زي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي انه يمكن المخاطر الأمنية او يمكن التحديات الأمنية كمان تطورت مع تطور الوقت اللي بنعيش فيه وتطور التكنولوجيا، ومؤخرا حتى في وقت الصعب اللي كنا بنعيشه، وقت ما قدرت قوات الشرطة المصرية انها تواجه الارهاب وتستعيد الامن مرة اخرى، كان من ضمن المشكلات والتحديات وفكرة استقطاب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان في دور كبير جدا لرجال الشرطة في هذا الملف تحديدا، لو حضرتك تكلمنا عنه. هو حضرتك دايما المجرم بيحاول يطور نفسه، مرتكب الجريمة أساسا هو بيطور نفسه، هو بيحاول يستفيد دايما من التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي الأجهزة اللي بتواجهه لازم هي كمان تكون على درجة أعلى من ذلك. يعني شرطة مصر مثلا أنشأت إدارة تكنولوجيا المعلومات عشان الجرائم اللي بترتكب على النت. تعرف حضرتك دلوقتي كم الجرائم اللي بيرتكب على النت طبعاً. وإحصائياته بقت عالية جدا، سواء الابتزاز المالي، الابتزاز الجنسي، كتير جرائم كتير جدا متعددة أصبحت بترتكب عن طريق جهاز الحاسب الآلي أو عن طريق النت، ده ما كانش موجود قبل كده. فعلى طول وزارة الداخلية واجهته بإنشاء إدارة عامة كبيرة جدا اسمها
إدارة تكنولوجيا المعلومات لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم، لأن الجرائم دي سهل جدا ارتكابها، بيقعد ولد عنده 15 و17 و20 سنة وبيبقى في غرف مغلقة وبيرتكب هذه الجرائم، وبالتالي حتى مواجهتها كمان لازم يكون بتكنولوجيا تقابل اللي بيستعمله الولد أو بيستعمله المجرم، أو بتكنولوجيا أعلى، وده اللي وصلت له وزارة الداخلية. ويمكن حضرتك لو تتبعنا الإحصائيات في الفترة اللي فاتت دي نجد أن القضايا اللي اتظبطت في مجال القضايا اللي بترتكب على الإنترنت إحصاءات عالية جدا جدا جدا. صحيح. وبدأت الإدارة دي نفسها تتوسع وتتطور، وفيها طبعا فنيين، وفيها غير أن فيها يعني ضباط على مستوى عالي جدا، فيها ضباط متخصصين، عشان كده حتى قطاع أكاديمية الشرطة بدأ هو كمان يطور نفسه عشان يواكب هذه الظروف. بدأنا ناخد في الكلية متخصصين في مجالات متعددة لتواكب الظروف اللي بنعيشها أو اللي بيعيشها العالم دلوقتي. صحيح، دي نقطة مهمة جدا، يعني بجانب الإدارات والقطاعات اللي حضرتك ذكرتها عشان تواكب التطور التكنولوجي الحاصل وتطور في مستوى الجريمة بشكل عام، كان مهم كمان أن المناهج اللي الطلبة بتدرسها أثناء دراستهم في كلية الشرطة هي كمان تتطور وتتغير. ما فيش شك أن أصل حضرتك زي ما قلنا المستحدث لازم يقابله بشيء مستحدث، وبالتالي عند حضرتك لما ظهرت هذه الجرائم بدأت الأكاديمية نفسها تطور من نفسها، وبدأ يبقى في حاجات كتير جدا تواكب مثل هذه التطورات. بدأ الطالب يعرف يقعد على الكمبيوتر ويعرف يراقب ويعرف يلاحظ ويعرف يطلع معلومة ويعرف يحلل معلومة ويعرف يوصل للمجرم بالوسائل مش التقليدية، بقى بالوسائل الحديثة اللي بتؤدي إلى الحد من هذه الجرائم. لأن أنا عايز أقول دايما مفيش حاجة اسمها منع جريمة، هو دايما بنحد من الجريمة، والحمد لله إحنا نسبة الحد من الإجرام عندنا عالية جدا يعني. إنما منع الجريمة لا، هي الجريمة موجودة منذ نشأة الخليقة على الأرض، محدش يقدر يقول إن الجريمة هتمتنع بصفة أو بصورة مطلقة، لكن إطلاقة. معدلات الجريمة قلت كتير، قلت كتير. حضرتك لو جبنا مثال جهاز الأمن الوطني في مصر، الحمد لله جهاز متفوق جدا جدا، يمكن معظم الدول بتاخد التجربة المصرية دلوقتي وبتطبقها. الإرهاب ما ظهر في بداية التسعينات، 91 و92 لحد 94، ثم اختفى فجأة فترة وعاد فجأة بعد يناير 2011. مصر الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى بواسط وزارة الداخلية أو عن طريق وزارة الداخلية والقوات المسلحة كمان شاركت معنا، وجهاز الأمن الوطني قبل بلاء حسن راح كتير شهداء بنترحم عليهم دايما وما بننساهمش، واجهوا هذه المشكلة ووضعوا استراتيجيات تناسب الوقت الراهن غير الاستراتيجيات اللي اتوضعت في بداية التسعينات، لأن طبعا التطور الطبيعي للحياة بدأ هم نفسهم استخدامهم للسلاح اختلف، الآلات والأدوات اللي هم بيستخدموها في ارتكاب جرائمهم اختلفت، الأمر تطور مع المجرم وبالتالي لازم كان يتطور معنا. والحمد لله يمكن زي ما قلت وأشرت وبشير دايما لمجهود الأمن الوطني في مكافحة الجريمة الإرهابية وفي مكافحة الإجرام السياسي، لا الحمد لله عاملين شغل وعاملين مجهود الناس كلها بتتكلم عنه سواء في الداخل أو في الخارج. دكتور، يمكن قدر رجال الشرطة الحقيقة هو أنه لازم طول الوقت يكون في يقظة أمنية مستمرة الحقيقة، في الشك أكيد. وللأسف يعني المنطقة بتواجه تراجع أمني بشكل مش بسيط، وده بيخلي يمكن المنظمات الإرهابية بور الإرهابية مرة تانية بتحاول أنها تعيد تمركزها وتستعيد قدراتها مرة أخرى. إزاي رجال الشرطة المصرية طول الوقت قادرين يعززوا من استمرار هذه اليقظة الأمنية وأيضا التكاتف والتعاون الموجود في كافة قطاعات أيضا وزارة الداخلية؟ هو زي ما حضرتك أشرتي التداعيات اللي حوالينا، الصراعات اللي حوالينا دي بتكسر من الجريمة مفيش شك، بتسهل تحرك المجرمين سواء إرهابيين أو حتى على مستوى تجارة المخدرات، بتكسر جدا في المناطق اللي فيها بؤر صراعات، شيء بيسهل عليهم هم، دي بالنسبة لهم تربة خصبة يقدروا يتحركوا من خلالها. وبالتالي لازم يبقى في ضربات استباقية للأجهزة الأمنية ومتابعات مستمرة لهذه البؤر وضبطها، وده اللي حاصل سواء من الأمن الوطني سواء عندنا برضو الإدارة العامة لمكافة المخدرات، مجهودها يعني مجهود برضو الناس كلها بتشيد بيه ويستحقوا الإشادة دايما الحمد لله. يمكن في فترات، لاحظي حضرتك، فترات الحروف، فترات التداعات الدولية أو الإقليمية اللي حوالينا إما بتتصاعد بيكثر الضبط، يعني إدارة المخدرات يمكن في الفترة اللي فاتت دي
ضبط عدد من القضايا، قضايا كبيرة جدا. ليه؟ لأن هم تجار مخدرات أو العصابات الإرهابية أو عصابات المخدرات الاثنين بيستغلوا هذه الظروف أو بيستغلوا هذه التداعيات في أنهم ينشطوا ويبدأوا يحاولوا أنهم يكونوا بار إجرامية ويرتكبوا جرائمهم. إنما الحمد لله سواء على المستوى ده أو على المستوى ده العمليات الضبط بتقول أن احنا لنا ضربات استباقية أدت إلى نتائج إيجابية، قللت كتير جدا جدا من دخول المخدرات مصر، قللت كتير جدا جدا. ما عادش يمكن تقريبا، مش عايزين برضو نقول إن انتهى الإرهاب، ولكن ما بقيناش من فضل الله سبحانه وتعالى نحس بيه خالص. صحيح. تقريبا أصبح غير موجود. ونقولنا مش هنقدر، ممكن يحصل عمل فردي، ممكن كل ده قائم، ما فيش حد يقدر ينكر إن الجريمة لا تمنع في يوم من الأيام، ولكن الموقف بالنسبة للأمن في مصر لا، الحمد لله الأمن مستقر إلى حد كبير جدا. ده بيؤكده كمان يا فندم معدل العمليات الإرهابية اللي كانت بتتم، شوف كانت كام في يناير 2015 وشوف دلوقتي. هي ما هو اللي بيحكم عملي أنا ويبين مجهودي أنا هو الإحصائيات والمقارنات. أنا باجي على فترات زمنية معينة بقارن ما بين سنتين في التسعينات وسنتين في الألفين وهكذا. ده اللي بيقول إن أنا ماشي صح ولا ماشي غلط. أنا لو أنا ماشي صح خلاص أنا بكمل في هذا الطريق. أنا عندي سلبيات بحاول أتلافى هذه السلبيات وأعالجها بحيث اللي جاي يبقى أفضل يعني. وده اللي حصل مع وزارة الداخلية، عشان كده الاستراتيجية اللي حضرتك سألت عليها في البداية بتتغير بصورة مستمرة. ما أقدرش أنا أحط استراتيجية متجمدة وتقف عند حد معين، لأن زي ما قلت حسب الوضع، وخاصة إن المجرم بيستغل كل ما يجده من ظروف، سواء كانت هذه الظروف ساعدته ماديا بتكنولوجيا حديثة أو ظروف ساعدته نتيجة ان هي فرضت نفسها زي التداعيات اللي موجودة في الدول اللي حوالينا. وزي ما حضرتك قلت مثلا يعني هو عارف مثلا تمركزات رجال الشرطة اماكنها ثابتة ومعروفة، فهيبتدي يتفادى الاماكن اللي هم موجودين فيها، فلازم تكون الخطة دايما متغيرة ومرنة بحسب الوضع. وخلي بال حضرتك برضو هي الاكمنة الثابتة دي اصل لها اغراض معينة تتعلق بقى بضبط قضايا متعلقة بالاحكام وتنفيذ الاحكام وله، انما الشغل اللي مش ظاهر على الارض هو ده الشغل اللي بيكون نتيجة تحريات ومراقبات وملاحظات ومجهود بيبذل في الغرف المغلقة قبل ان يظهر في الشارع او على ارض الواقع. طيب دكتور، لو حضرتك يعني تلخص للسادة المشاهدين تطوير منظومة الأمن خلال السنين اللي فاتت، وكمان يعني لازم كمان الحقيقة نشيد يمكن بالخطوات المهمة اللي حصلت على مدار السنين اللي فاتت، وهي فكرة وجود مراكز تأهيل وإصلاح. ده مسألة مهمة جدا جدا جدا. مفيش شك احنا دلوقتي يمكن كانت زمان بتتسمى السجون، كانت زمان بتتسمى، لما غيرنا المسمى وخليناها بقت حاجة مجتمعية، بقت حاجة للتهذيب وللإصلاح. انا باخد المجرم بعد ما بياخد الحكم، هو خلاص خد جزاء ما فعل، وبالتالي انا بحاول ان انا ارجعه شخص يتكيف مع المجتمع ويبقى شخص منتج. صحيح. فبيتعلم شغلانة داخل السجن، إن كان هو أصلاً عنده مهنة أو حرفة كان بيحترفها أو بيمتهنها قبل دخوله السجن بيشتغلها، سواء كان خباز، سواء كان كهربائي، سواء كان صانع بأي شكل من الأشكال. وبالتالي أنا بكيفه مع المجتمع وسهل عليه مسألة رجوع، هو بيرجع كمان بيتقاضى أجر داخل السجن، بيقدر أنه هو يحس بوجوده وأنه هو أصبح رغم أنه في السجن شخص منتج. وبالتالي دي مراكز الإصلاح والتأهيل اللي اتعملت في مصر ومتميزة جدا، فيها مستشفيات على أعلى مستوى، فيها تدريب معني على أعلى مستوى، فيها برضو بيمارسوا الرياضة فيها، فأصبح المكان نفسه لا متطور بصورة تتناسب مع الحياة اللي احنا بنعيشها في الوقت الراهن، لأن كلنا شايفين التطور اللي شاهدوا الحياة يعني، أو التطور اللي موجود في كل دول العالم دلوقتي. طيب خلال الفترة اللي فاتت بقينا بنشوف تكثيف كده لوجود العنصر النسائي في الشرطة. والله يعني العنصر النسائي موجود، لأن وضروري، لأن احنا يعني في حاجات حتى قانونية احنا بندرسها للطلبة، يعني لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى. فأنا إزاي أنا ما يبقاش عندي ضابطة شرطة في مطار القاهرة مثلا، أو ضابطة شرطة في ميناء من المواني، أو ضابطة شرطة هتنزل تنفذ معايا مأمورية هيبقى فيها ضبط الستات أو ضبط الجنس الآخر يعني. وبالتالي لازم أنا يبقى معايا، لازم يبقى في الشرطة المصرية
شرطيات بيأدوا دور زيهم زي زمايلهم من الضباط من الذكور، لان ودي كمان اصلها برضو مما شهده التطور الطبيعي للحياه في الوقت الراهن. يعني لاحظ ان دلوقتي ما فيش مجال من مجالات الحياه المراه ما دخلتش فيه، وبعدين اثبتت في مجالات كتير جدا قدراتها، ما فيش شك يعني. وبالتالي يعني مكملين لبعض، لان زي ما قلت لحضرتك لا ده بتبقى مطلوبه ومطلوبه في بعض المواقف بصوره مهمه جدا، ما يقدرش في بعض الحاجات اللي ما يقدرش يقوم بها غير العنصر النسائي. العنصر النسائي، وده يعني برضو زي ما بنقول تطور طبيعي شاهده الحياه يعني. طيب لو حضرتك تكلمنا كمان عن دور الاجهزه الامنيه في ملاحقه الخارجين على القانون، ضبط البؤر الاجراميه. هو حضرتك انا يمكن لما بدانا الحديث مع حضرتك والساده المشاهدين قلنا ان دايما الامن ليه مفهوم شامل، ما هوش الامن اللي بينظر ليه النظره الضيقه بتاعت زمان التقليديه المتعلقه كان الامن امن جنائي فقط، يعني سرقه ونصب وقتله وضربه وشيء من هذا القبيل. دلوقتي الامن بقى متحدد، بقى عندنا بقول لحضرتك بقى في جانب متعلق بالامن السياسي، جانب متعلق بالامن الاجتماعي، جانب متعلق بالامن، يعني بقى في دور اجتماعي للشرطه دلوقتي، تصريح العمل والجوازات، الدور بتاع شرطه السياحه، ويمكن عندنا شرطه السياحه لها دور مهم جدا، لان زي ما حضرتك عارفه قد ايه السياحه مهمه لمصر في الوقت الراهن. انا يمكن من فتره بسيطه كنت يعني في زياره في المناطق السياحيه في الاقصر، انا شاهدت واتفرجت على قد ايه الامن بيبذل جهد متعلق بشرطه السياحه والانشطه السياحيه وتامين السياح وتامين المناطق السياحيه وتامين الاثار. كل دي فرضها الواقع الجديد اللي احنا بنعيشه، كل ده فرضته التعدد والاعباء الجديده اللي بقت على الامن. عشان كده بنقول ان الامن بقى عليه كم اعباء غير الاعباء التقليديه اللي كانت عليه فيما مضى، يعني بقى في حاجات متعلقه بالسياحه والاثار، حاجات متعلقه بالامن السياسي، حاجات متعلقه بالاقتصاد والمشروعات الاقتصاديه الجديده، ويعني تامين الطرق وتامين المدن الجديده وتامين محطات الكهرباء وتامين كل ده بيتطلب مجهود جديد لوزاره الداخليه، ما كانش هذا المجهود مطلوب. بيتطلب تدريبات بكل تاكيد للضباط، بيتطلب تدريبات كمان للضباط اللي هينتقلوا مثلا في حركه التنقلات، اكيد لو حد هيروح يخدم في شرطه السياحه بكل تاكيد بيكون في تدريب. اصل حضرتك يعني بتتكلم عن حركه التنقلات دي، حركه التنقلات بيحكمها حاجات كتير جدا، عندنا قطاع في الوزاره طبعا قطاع متميز جدا، قطاع شؤون الضباط، هو بيعرف كويس قوي مين يروح فين وامتى وفق مؤهلاته. طبعا وفق دورات التدريبيه اللي حصل عليها، وفق التخصص اللي كان ان كان عاشه في الكليه، وفق امكانياته وقدراته هو، وحاجات كتير اقدر اقول ان ده يروح في المكان ده وده يروح في المكان ده، وبالتالي الحركه بيحكمها حاجات، وفي حاجات انسانيه بتحكمها، حاجات اجتماعيه بتحكمها، حد عنده ظروف ما او الى اخره، برضه بيبقى لها دور في مسألة التنقلات. عشان كده هي منظومة متكاملة والأجهزة بتسند بعض كلها، والأجهزة طبعا كلها الاستراتيجية كل جزء منها، أو الاستراتيجية كل جزء واخد، أو كل قسم واخد جزء، أو كل نشاط واخد جزء، أو كل منظومة سواء اقتصادية أو طبعا اجتماعية أو سياسية أو، لكن في النهاية في تكامل وفي تنسيق ما بينهم. وبالتالي التنسيق ده مطلوب بصفة مستمرة. وعصب الأداء طبعا في وزارة الداخلية هي مصلحة الأمن العام والأمن المركزي، دول بقى الجهتين، يعني الأمن العام طبعا مسؤول عن الأمن الجنائي في البلد وعامل مجهود برضه وافر وغير طبيعي، الناس اللي بتشيل بقى المأموريات والاقتحامات والاخر والضبط والاخر، القطاع الامن المركزي والدور الكبير جدا اللي بيقوموا بيه، ولذلك قطاعات الشرطه كلها ما نقدرش ان احنا نقول طب ما في القطاعات الاجتماعيه زي الاحوال المدنيه والجوازات وتصريح العمل، ما دي لها دور ايجابي. ما يعني انا وبرده زي ما حضرتك قلت الضابط ممكن يتنقل من مكان لمكان هيأدي العمل، لان هو حاصل برده في الكليه على المؤهلات اللي بتأهله للاداء في كل مكان، اما بديله دورات تدريبيه في مجال ما بثقله في هذا المجال وبقدر اوديه وبقدر اغيره وبقدر اجيبه وهكذا. دكتور زي ما حضرتك تحدثت، رجل الشرطه على قد ما لازم يكون عنده قدر من الحزم والانضباط بشكل كبير جدا، لازم يكون كمان عنده قدر من ضبط النفس، لانه في
يعني جزء كبير من عمله موجود هو وسط المواطنين، فلازم يكون في قدر من ضبط النفس والتعامل مع وتفهم كمان الأوضاع المختلفة اللي بتكون اللي بيقابلها حتى في الشارع أثناء عمله. سؤال حضرتك سريعا جدا يا فندم، إزاي بيتم تدريب ضباط الشرطة على الصلابة النفسية دي للتعامل مع مواقف؟ والله حضرتك هو يمكن الكلام ده بيبدأ معاه من الكلية، يعني احنا عندنا فترة التدريب الأولية اللي هم الطلبة فيها دلوقتي اسمها فترة المستجدين الثلاث شهور الأولانيين، هو بيتعلم فيهم ضبط النفس، هو بيتعلم فيهم ان الرياكشن بتاعه يكون متناسب مع الاكشن اللي حصل، ما يبقاش عنده رد فعل عنيف او عنده رد فعل فيه تهور، وبالتالي بيقدر هو تلقائي من خلال الخبرات التراكمية اللي بياخدها في الكلية ثم اللي بيتدرب فيه عليها وهو ضابط واللي بتتنقله من زمايله الاكبر منه لحد ما يصل الى هذا المستوى، لان دايما انا معرض لان يحصل معايا احداث غير طبيعيه طبعا. دايما يحصل لي حوادث وانا في الشارع وانا في بواجه مشكله وانا بظبط وانا بفتش وانا مواقف كتير جدا طبعا، زي ما حضرتك قلت لازم يكون عنده امكانيات تمكنه من ضبط نفسه وعدم القيام باجراء او بتصرف يؤخذ عليه، وظباط بتعمل حسابات للحاجات دي كويسه جدا جدا يعني. عظيم، كل الشكر ليك يا فندم، نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور نبيل حسن استاذ القانون الجنائي باكاديميه الشرطه. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضراتكم، شكرا استاذ مشاهد. شكرا. مشاهدينا 9 صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع لميا حمدين، تفضلي يا لميا. شكرا لك جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب تأخذ مكانها على حائط الشرف. وخلال كلمته في احتفالية الذكرى 72 لعيد الشرطة، أضاف الرئيس السيسي أن الذكرى تأتي في وقت محوري تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة، وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا. وحول التطورات بالمنطقة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تبذل جهودا كبيرة في سبيل منع توسيع الحرب ووقف إطلاق النار، وأكد الرئيس السيسي أنه ليس من مصلحة المنطقة أن تدخل في اقتتال لأن نتائجه صعبة على الجميع. وأوضح الرئيس السيسي أن نتائج الأشهر الأربعة للحرب أنهكت الجميع وكانت قاسية، محذرا من خروج الأمور عن السيطرة بشكل أكثر من ذلك. استشهد فلسطيني على الأقل فجر اليوم، وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما واصل طيران الاحتلال قصفه العنيف في حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس. وفي مخيم النصيرات، أعلنت مصادر فلسطينية انتشال 4 شهداء من الأطفال بعد قصف طائرات الاحتلال للمخيم. يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلية بمناطق متفرقة بقطاع غزة. نددت الأمم المتحدة بالانتهاك الصارخ لقوانين الحرب بعد غارة جوية على ملجأ يؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلن مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة توماس وايت أن قذيفتي دبابات أصابت مبنى يؤوي 800 شخص، مشيرا إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين. أعلن مسؤولون أمريكيون أن البحريات الأمريكية اعترضت صواريخ في البحر الأحمر خلال مرافقة سفينتين تابعتين لشركة الشحن الدنماركية ميرسك. من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن صاروخا أخطأ هدفه وأن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت صاروخين آخرين كان يستهدفان إحدى السفن. وأضاف كيربي أن الهجوم يؤكد بشكل واضح أن الحوثيين ما زالوا ينوون تنفيذ مثل هذه الهجمات، متعهدا بقيام واشنطن بما يلزم لحماية الملاحات البحرية.
أعلنت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. يأتي ذلك بعد سلسلة من الغارات نفذتها واشنطن ضد منشآت مرتبطة بفصائل عراقية مسلحة. وتعرضت قوات أمريكية في العراق وسوريا للهجوم حوالي 150 مرة من مسلحين، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ورياضيا، يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة دور 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقررة الأحد المقبل أمام الكونغو الديمقراطية. وتأهل منتخب الفراعنة إلى الدور الثاني للبطولة بعد تعادله مع الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما في ختام الدور الأول، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في مجموعته. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بطولات وتضحيات رجال الشرطة لا تنسى، خصوصا انهم بيخاطروا بارواحهم عشان امن البلد وامن كل مصري، واكيد كلنا شفنا المجهود الكبير اللي قدموه في مواجهة الارهاب واستعادة الامن والاستقرار مرة اخرى. طبعا تفاصيل اكتر عن بطولات رجال الشرطة في القضاء على الارهاب معانا على التليفون الكاتب الصحفي الاستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. يا استاذ محمود صباح الخير. طبعا خير يا فندم. يا اهلا بيك. لو في البدايه نتكلم عن تضحيات رجال الشرطه اللي ما فيش شك هي تضحيات كبيره جدا ومحفوره في اذهان كل المصريين، لو نتعرف من حضرتك على ابرز هذه التضحيات وكمان دور الوزاره مع اهالي الشهداء. يعني احنا بنحتفل النهارده بالعيد رقم 72، عيد الشرطه، وده تخليد لمعركه الاسماعيليه الشهيره اللي وقعت 25 يناير سنه 52، لما المحتل الانجليزي حاول انه يقتحم مبنى محافظه الاسماعيليه. الشرطه يعني تصدوا لي بقوه وبساله، وكانت في جمله يمكن كثيره للمقدم مصطفى رفعت الضابط الشهير وقتها، لما قال للجنرال اسهام قال له انتوا مش هتستلموا من المحافظه الا جثثنا، وفعلا استبسل رجال الشرطه في الدفاع عن مبنى المحافظه لدرجه ان جثث الشهداء وهي خارجه من مبنى المحافظه. الجنرال الانجليزي اعجب بسهاله وقوه يعني حب هؤلاء الابطال لبلدهم، فامر جنود انهم يدوهم التحيه العسكريه، قال يعني عباره يعني فيما معناها باللغه العربيه المصريه الدارجه، يا بخت بلدكم بيكم وبخت وطنكم بيكم انكم انتوا قد ايه دفعتوا عن بلدكم. رغم مرور 72 سنه على هذه المعركه الخالده وسقوط الشهداء، الا ان التضحيات والفداء مستمر على مدار 72 سنه. بنشوف ما بين الوقت والاخر شهداء بيضحوا بحياتهم ويقدموا ارواحهم فداء لهذا الوطن، ونشوف وزاره الداخليه بتخوض بالمعنى الحرفي حرب وجود عشان تخلق حاله من الامن والامان اللي احنا بنعيشها حاليا، وعشان تبقى بلدنا امنه مطمئنه. كمان وزاره الداخليه مهتمه جدا باسر الشهداء، مخصصه يعني اداره العلاقات الانسانيه في قطاع الاعلام في وزاره الداخليه. هذه الاداره بتتابع اسر الشهداء واحوالهم وابنائهم، وانتوا عارفين مصر يعني كلمه السيد الرئيس دايما مصر لا تنسى ابنائها، خاصه اذا كانوا ابطال وشهداء مثل شهداء الشرطه اللي ضحوا بارواحهم من اجلنا جميعا. يعني استاذ محمود، انا الحقيقه يعني سعيده ان حضرتك يمكن حكيت كمان للساده المشاهدين القصه وراء الاحتفال بعيد الشرطه. طبعا بنتكلم في 72 سنه، لكن واحنا بنتكلم عن تضحيات رجال الشرطه اكيد في قصص كتير جدا، يمكن دي اللي نعرفها، لكن وما خفي كان اعظم كمان، يمكن تضحيات اكبر بكتير ممكن لسه ما نكونش عرفناها. لكن لما حضرتك بنتكلم عن تضحيات رجال الشرطه، اكتر قصه بتيجي في بال حضرتك ايه؟ بس والله زي ما قلت حضرتك قصص كتيره جدا، منها القصص المعروفه للعوام ومنها بعض القصص الغير معروفه، لكن معظمها قصص مثيره وقصص يعني عليها طابع وطني. عندنا مجموعه من الشهداء حتى اللي استشهدوا مؤخرا، قد ايه لما احنا قعدنا مع وصافهم واتكلمنا عن تفاصيل حياتهم وتفصيل استشهادهم، فكره ان الناس تتمنى الشهاده وانها تكتب انا عايز الشهاده وانهم يتسابقوا لنيل هذه الشهاده، هي فكره ساميه. فكره الشهيد مصطفى الخطيب الذي استشهد في كرداس، هو كان يعني محبوبا في منطقه كرداسه، وان لما حصل الهجوم
والارهابيين يعني ويتفاوضوا معاه ان هم يعني يستدرجوه الى المسجد بزعم انهم يقعدوا معاه، وما ان دخل المسجد الا انه يعني اختلوه داخل المسجد برصاصه غد. قصه الشهيد ضياء فتوح اللي كان بيبطل قنابل في محيط اسم الطلبيه وبعد كده قنبله فجرت فيه وارتخت روحه للسماء، والدته بتمشي في جنازته وبتزغرط لما بنسالها بالزغرات اللي بتقول يعني انا بزفه للجنه وانا فرحانه، وتجمع مقتنياته منذ ميلاده حتى استشهاده وتحول شقته لمتحف، متحف يضم كل مقتنياته، وهي قصص بطوله وقصص فداء وقصص عظيمه. هؤلاء الاسر دايما بيتحدثوا بفكره الفخر وان احنا اولادنا يعني قدمناهم لهذا الوطن، وكمان يعني ابنائهم بيستكملوا المسيره، بنشوف ابناء شهداء حريصين على انهم يدخلوا كليه الشرطه، الناس دي مش خايفه، احنا قدمنا واحد واثنين وثلاثه ومستعدين احنا كمان كاسر نلبس البدله الميري سواء بدله الشرطه او الجيش، وكلنا في معسكر الوطن، كلنا في فندق واحد للدفاع عن هذا الوطن علشان نشوف الانجازات والمشروعات والحاجات العظيمه اللي مصر بتشهدها الان. لولا دماء الشهداء ما كانت هذه الانجازات. وحضرتك كصحفي متخصص في الحوادث يا استاذ محمود اكيد بيكون عندك رصد ومتابعه مستمره لمعدل الجريمه، معدل العمليات الارهابيه. بالفعل يعني احنا عندنا لو تكلمنا بلغه الارقام احنا يعني هذا العام تحديدا خلال 2023 بنتكلم في 12 شهر قدرت الاجهزه الامنيه انها تحبط 149 جريمه ارهابيه، وهو رقم كبير جدا ينم على ان عيوننا الساهره او العيون الساهره كانت دايما يقظه، كانت دايما بترصد هذه العمليات الارهابيه. احنا شفنا العمليات الارهابيه تعهد التفجيرات والقتل والاستنزاف اختفت تماما من المشهد، اختفت بفضل اجهزه المعلومات، جهاز الامن الوطني والاجهزه المعلوماتيه في وزاره الداخليه اللي بتقدر ترصد هذه العمليات وتتعامل معها وتوجه ما يعرف بالضربات الاستباقيه. هذه الضربات الاستباقيه وهذه العمليات الناجحه هي اللي خلقت حاله من الامن والامان اللي احنا بنلاحظها الان، وبنقدر نمشي على مدار ال 24 ساعه في شوارعنا في حاله من الامن والامان. مش الجريمه السياسيه والارهابيه فقط ولكن الجريمه الجنائيه، احنا بنشوف قطاع الامن العام كمان بيوجه الضربات المتتاليه للبؤر الاجراميه وبيقتحمها وبيخوض حرب وجود حقيقيه ضد مكافحه المخدرات، واحنا شفنا هذا العام وفقا لتقديرات وزاره الداخليه ان نسبه الجريمه الجنائيه تراجعت بنسبه 13.9%، وهو رقم كبير جدا ينم على ارتفاع معدلات الضبط وعلى اليقظه الامنيه وعلى ان الشارع بدا يعود للهدوء تدريجيا بضبط الخارجين عن القانون وضبط الاسلحه خاصه الاسلحه غير المرخصه واستعاده كافه الهاربين من السجون في احداث 2011. استاذ محمود، شايف ازاي خوض رجال الشرطه انبل واشرف معركه ضد قوى الشر والظلام والارهاب، وازاي قدروا ان هم يواجهوا بكل بساله خلال السنين اللي فاتت موجات من المؤامره الارهابيه والمأجورين ضد البلد؟ ده سؤال مهم جدا، ان احنا اذا كانت الشرطه المصريه قبل 72 سنه من الان خاضت معركه هي معركه تقليديه، كان العدو فيها ظاهر، كان العدو بدبابات وبحشوده امام محافظه الاسماعيليه كان ظاهر وكان واضح، لكن الحرب الان هي حرب اشرس وحرب عدو متخفي، حرب ضد عدو احيانا بيكون يجلس على الكيبورد خارج حدود الدوله او متخفي في مكان ما، حرب الشائعات وحرب كانت حرب صعبه جدا، ولكن الاجهزه الامنيه والوعي المصريين والدوله المصريه قدرت تخلق حاله من الوعي عن المصريين اللي قدروا يتفهموا ده وقدروا يكونوا كتف جنب الاجهزه الامنيه اللي قدرت الفتره اللي فاتت انها يعني تقضي على هذه الحروب المتسمى بحروب الجيل الرابع والخامس وما الى غير ذلك، والحمد لله انتصرت مصر وها هي مصر الان تعيش يعني اسهل عصور الامن والامان، ونشوف السياح والمصريين نفسهم بيتحركوا بانسيابيه داخل بلادنا، ونشوف معدلات الجريمه بتنخفض بشكل كبير جدا وبشكل ملحوظ. كل شكر لحضرتك الكاتب الصحفي الاستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. واحنا بنحتفل مع حضراتكم ما زلنا بعيد الشرطه 72، مهم ان احنا نتكلم عن مواكبه وزاره الداخليه للتطور العلمي في مجال العمل الامني واستخدام احدث التكنولوجيا لاداره ومتابعه المهام الامنيه الميدانيه. عشان نعرف تفاصيل اكتر يا جمان عن الاستراتيجيه المتبعه من قبل وزاره الداخليه هيكلمنا عنها الكاتب الصحفي الاستاذ فتحي سليمان رئيس قسم الحوادث بموقع القاهره 24 معانا على التليفون. يا استاذ فتحي صباح الخير.
صباح الخير محمد، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير على حضراتكم جميعا، على السادة المشاهدين، وكل سنة وكل رجال الشرطة بكل خير. آمين يا رب. عايزين نتكلم معاك في البداية عن الأساليب المتبعة حديثا من قبل وزارة الداخلية في الكشف عن الجريمة، لو تكلمنا عن استراتيجية الوزارة خلال الفترة الماضية. طبعا خليني يعني أكمل زي ما قال زميلي محمود، وزي ما أكدت أنتوا في الانترو، أن الأمن سلعة باهظة التكاليف. باهظة التكاليف، إما أن هي مكلفة ومرهقة ماليا، أو إما أن هي بتكلف تضحيات وبتكلف جهد وعرق كبير جدا من سنين كتيرة، من قبل 52 ومرورا بكل السنوات اللي فاتت، التضحيات الكبيرة جدا اللي قدمها رجال الشرطة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، إلى لحظة الاستقرار والأمان اللي بتشهده مصر وبتشهده كل البلاد والنواحي وأنحاء الجمهورية. خليني أقول لحضرتك إن أعمال التطوير في وزارة الداخلية لم تقف فقط عند حد التطوير في المباني أو في المنشآت، ولكن وصلت إلى التطوير في الاستراتيجيات، تطوير الاستراتيجية الشرطية من مكافحة ودحر الإرهاب ومواجهته، إلى استراتيجية التعامل، استراتيجية مواجهة الجريمة المنظمة، تطوير الأداء وتطوير المناهج العلمية في وزارة الداخلية، تعزيز قطاع الإنسان بوزارة الداخلية للتعامل مع المواطنين، رفع كفاءة الكوادر البشرية الشرطية. وزارة الداخلية تنمية القدرات والمهارات للعنصر البشري بشكل كبير جدا خلال السنوات اللي فاتت، وحاطط استراتيجية كبيرة بتنفذها دلوقتي علشان تقدر من خلالها تنفذ الاستراتيجية وتحسن منظومة التعامل الأمني والأداء الأمني وتطبيق مبادئ العدالة، حتى يصل المواطن كل يعني الأمن بمفهومه الشامل. مظلة كبيرة جدا منها تعزيز حقوق الإنسان، منها تعداد يكون العنصر البشري، لأن هو الركيزة الأولى لتطبيق الأمن. وحضرتك عارف إن الأمن يعني إذا ضاع الأمن فلا استقرار ولا اقتصاد ولا تنمية. فبالتالي إن الإعداد الكوادر البشرية كلفت وزارة الداخلية تكاليف كبيرة جدا لإعداد الكوادر البشرية الشرطية، سواء على مستوى الضباط أو الأفراد، كل رجال وزارة الداخلية لتحسين أداء العنصر البشري خلال السنوات اللي فاتت. كمان يعني الاستعانة ببرامج حديثة جدا، برامج علمية، برامج تكنولوجية من أجل مواجهة الجريمة المنظمة، وإحنا بنشوف إن المجرم دايما بيطور من أساليبه وبيطور من البرامج اللي بيستعين بيها، بيطور يعني مبادئ الجريمة المنظمة، فبالتالي يجب أن يواكب ذلك، بل بالعكس يتفوق عليه الأداء الأمني بردع الجريمة المنظمة، الجريمة التكنولوجية، الجريمة المستحدثة. وعندنا قطاعات كبيرة جدا بتدخل وتستعين بوسائل تكنولوجيا حديثة وميكانة للعمل على ضبط الجريمة ومنع المجرمين ومواجهة الخارجين عن القانون في كل المجالات. طيب أستاذ فتحي، إيه أهمية تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية؟ إيه الهدف من تحويل المؤسسات العقابية لمراكز إصلاح وتأهيل؟ ولأي مدى قدرت أو قدر هذا التحويل من المؤسسات العقابية لمراكز إصلاح وتأهيل قدرت أنها تثبت نجاح في تحقيق مستهدفاتها؟ يعني أنا برضو خلينا أقول لحضرتك يا رومانا أن وزارة الداخلية مش بس وقفت عند تغيير المصطلح، لكن هي تخطت إلى تطوير مفهوم بشكل شامل للتعامل مع السجناء. وأنا خلينا أقول لحضرتك أن لفظ حتى السجناء نفسه ما عادش حاليا يطلق على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في وزارة الداخلية، غيروا الاسم نفسه من سجين الى نزيل. مركز الاصلاح كان اسمه سجن، دلوقتي بقى اسمه مركز اصلاح وتاهيل. تخطت المرحله من قضاء فتره العقوبه الى اصلاح الشخص الذي يقضي فتره العقوبه وتاهيله للانخراط مره اخرى في المجتمع المصري بعد اداء وبعد قضاء فتره العقوبه بتاعته. فبالتالي بمناهج، باداء، بوسائل، بطرق جديده، وزاره الداخليه بتحاول بشكل كامل تتعامل مع هذا الملف على تحت مظلة أيضا حقوق الإنسان، التعامل مع ملف السجناء وملف نزلاء السجون المصرية. لو رحنا وحضرتك أكيد رحت ومحمد راح، شفنا كلنا إزاي مراكز الإصلاح والتأهيل، السجون القديمة بمفهومها التقليدي بالزنزانة بالسجن بالحجز السيء، تحول إلى أو تم نسبه بشكل كامل إلى مركز إصلاح وتأهيل في كل أماكن ومناطق ومراكز الإعاشة العصرية، الإعاشة الحياتية الإنسانية التي تليق بالإنسان وليس بالمجرم. ليه؟ وكمان لم تنسى ولم تغفل وزارة الداخلية والقائمين على إدارة السجون
ان هذه او فتره العقوبه دي هي فتره اصلاح وتهذيب وليس فقط فتره عقوبه، فبالتالي بيعمل في السجن، في مزارع، في ورش عمل، في افران، في كل الحياه اللي بيعيشها الانسان خارج اسوار السجون، ولكن من داخل هذه الاسوار مراكز الاصلاح والتاهيل، في مراكز تعليميه، في مدارس، في مستشفيات. فبالتالي تخطت المفهوم الى المصطلح ووصل الى التنفيذ العلمي لتطبيق استراتيجيه حقوق الانسان داخل السجون المصريه لنسخ المفاهيم القديمه عن السجن وعن السجين، وبالتالي انخراط السجين مره اخرى في المجتمع بعد خروجه وانقضاء فتره العقوبه. خلينا نشير كمان نقطة مهمة جدا، ما يثبت نجاح استراتيجية وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية في فرض الأمن وإعادة الاستقرار مرة تانية هو عدد الشهداء اللي بيقل، اللي خلاص يمكن انتهى خلاص من في المواجهات الأمنية في العمليات الإرهابية. كنا بنشوف عدد شهداء كبير تباعا سنة بعد سنة، عملية بعد عملية، بدأت طبعا عدد الشهداء يقل بدرجة كبيرة جدا. طبعا دي دلالة مهمة جدا على فرض الأمن بقوة جدا وفرض السيطرة الأمنية على ربوع المجتمع. أنا يعني واحد من الناس عشت التجربة السيئة مع رجال الأمن خلال السنوات التبيسة أو السنوات السوداء. كنا كل ساعة، يعني كل ساعة تليفون يرن على الشهيد في مكان، كانت السنوات صراحة الأمن واجه فيها بشراسة وبضراوة كبيره جدا، هجمات ارهابيه وهجمات جراميه وجنائيه. طبعا تنصير البؤر الجراميه، يعني الحمد لله الارهاب في مصر، وزير الداخليه الدكتور محمود توفيق امبارح قال لك ان السنه اللي فاتت احبطنا تكوين 129 بؤره ارهابيه، طبعا مدعومه بحوالي بمؤسسات ماليه كبيره جدا بحوالي 3 مليار جنيه. فدي ده رقم احباط او ضربات استباقيه مهمه جدا. لكن خليني اقول لك ان حتى ايضا الجريمه الجنائيه، وعلى مستوى الجريمه الجنائيه ما فيش امن بيتحقق بنسبه 100% في العالم كله. فاعتى الدول الامنيه والقبض ذات القبضه الامنيه بنشوف جريمه وبنشوف مجرمين. لكن خليني اقول لحضرتك ان الضربات الكبيره جدا لمواجهه الجريمه والجريمه المنظمه، خاصه اللي حصل زي بحيره المندله او بؤر زي المندله، البلابيش، حمرادوم، بؤر الجعافره، والسمنه، بؤر كتير جدا في السحر والجمال في الاسماعيليه، بؤر كتير جدا تم مواجهتها وتم ضربها وتم الاصرار على تطهيرها من المجرمين ومن الخارجين عن القانون حتى هذه اللحظه. ده له دلاله كبيره جدا ويؤكد الكلام اللي انت بتقوله، ان حاليا انت بتشوف مثلا، وما زالت طبعا التضحيات مستمره، كل فتره او كل كام يوم بنلاقي ضابط او فرد او رجل شرطه اصيب في خلال عمله، لكن ده بالمقارنه بالسنوات الحديثه او بالسنوات اللي فاتت صحيح عدد ضئيل جدا، عدد لا يكاد يذكر. وده طبعا في اطار الدول اللي بتقسمه وبيقدموا رجال الشرطه والتضحيات، ده مستمر وهيستمر، لان الامن زي ما قلت لك في الاول هو سلعه باهظه التكاليف، التكاليف المادية والتكاليف والجهد والعرق من رجال الشرطة. شكرا اليوم جميعا، وكل سنة وهم طيبين وانتم طيبين. نشكر حضرتك يا فندم الأستاذ فتحي سليمان، رئيس قسم الحوادث بموقع القاهرة 24، شكرا لحضرتك يا فندم. دلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. رسميا انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، واللي بيشهد مشاركة محلية ودولية هي الأكبر. مشاركة بهذا الحجم بيتبعها إقبال جماهيري ضخم جدا، والحقيقة هنا بيكون في دور مهم جدا لفريق أنا متطوع، هو واحد من أهم المبادرات اللي بيشهدها معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة عدد كبير من المتطوعين الشباب. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا البرنامج وإزاي هيقوم المتطوعين بدور كبير جدا خلال المعرض في هذا العام، معنا مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة والمشرف على برنامج المتطوعين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي منورنا. صباح الخير عليك. صباح النور. أخبارك إيه؟ الحمد لله. يا رب دايما. طيب إحنا في ظل توقع طبعا إقبال جماهير كبير جدا في هذه النسخة، إزاي فريق المتطوعين اتدرب واستعد لهذا المعرض في هذه النسخة؟ برنامج أنا متطوع في معرض القاهرة الدولي للكتاب هو واحد من برامج وزارة الشباب والرياضة بتديرها وبترعاها، طبعا بالتعاون مع وزارة الثقافة تحت عيادة الدكتور إيفين الكيلاني وتحت عيادة الدكتور أشرف صبحي. بس البرنامج ده بيجي من ضمن استراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، اللي فيها محور من محاور الثمانية الأساسية فيها عن التطوع وخدمة المجتمع. فرؤيتنا تجاه العمل التطوعي في وزارة الشباب والرياضة هو نوع من أنواع الخدمة المدنية اللي بيقدمها الشباب أو المدارس المدنية اللي بيتعلم فيها بنظام تعليم
غير نظامي، هو بيتعلم عن طريق الخبره والتجربه واكتساب الخبره. فعشان كده دايما بنبقى حريصين على في تأديبنا وتأهيلنا للولاد دول ان هم ينزلوا على ارض الميدان قادرين ان هم ياخدوا اقصى استفاده من الخبرات اللي هيكتسبوها ويقدموا اقصى ما عندهم. فعشان كده احنا بنعمل قرار متطوع تاسس من 7 سنين للمساهمه في اداره معرض القاهره الدولي للكتاب، الحدث الثقافي الاهم في الشرق الاوسط، وممكن نقول ان هو اربع معرض كتاب فعلا جماهيري في العالم. احنا بنتكلم كل سنه في 5 مليون شخص. فعشان كده احنا بنشتغل على اختيار كوادر من الشباب المناسبه من كل الشباب المصري. بنفتح باب التقديم، واحنا بنفتح باب التقديم لعدد ايام قليل جدا، 4 أو 5 ايام، وبيقدم لنا 10,000. ده ليه؟ لان خلال ال7 سنين اللي فاتوا في من النماذج الشبابيه الكتيره جدا اللي اتخرجوا من البرنامج دوت قدموا، وناس شافتهم ان هم كنماذج كويسه، فكل الناس بقت عايزه تخش وتخوض التجربه دي. فبيقدم الناس الشباب، وبعد كده بنعمل لهم مقابلات شخصيه بيحضرها عدد من قيادات الوزاره طبعا، وبالتصفيه النهائيه بتبقى 2000 مقابله شخصيه، وفي الاخر بقى في 300 شاب بيتم اختيارهم للعمل داخل معرض القاهره الدولي للكتاب. طبعا عشان احنا بنشتغل بلجنتين عمل، لجنه التنظيم والمعلومات داخل المعرض ولجنه التوثيق الاعلامي، فاحنا بنبقى بنقدم لهم التدريب على الاساس دوت في الاول، وتدريبنا بينقسم لاكثر من مرحله. اول حاجه انا باخد الولد او الشاب البنت او الاولاد اللي جايين، بدي له فكره ايه هو معرض الكتاب واهميته، ايه الدوله المصريه، ايه هي منظومه المجتمع، وازاي هو يكون فاعل فيها عشان يبقى مدرك موقعه من داخل المجتمع بتاعه ايه، وازاي هو ممكن بحاجه قليله جدا يقدم في خدمه للمحيط بتاعه والمجموعه البشريه المحيطه بيه. وبعد كده بنبتدي نشتغل معاه على جزئيه المهارات الشخصيه في التعامل مع الناس، لان هو هيتعرض تحت ضغط كبير، يعني هو بيقابل عدد كبير جدا من الجمهور يوميا وثقافات مختلفه وكمان جنسيات مختلفه، فهو يبقى قادر ان هو يتعاطى مع كل شخص بشكل مرن ويقدر يتجاوز اي مشكله من غير ما يورط نفسه في ازمه او يخلق ازمه. احنا دايما بنقول اداره الازمه وتصدير الازمه. اداره الازمه وتصديرها بتبدا من الشخص انا، يعني انا لو اللي داخل قدامي هو عايز يفتح الازمه هنقدر امتصه واتخطى بيه الازمه دي، غير ما انا اسلوبي اصلا يبقى هو اللي بيسبب الازمه. فاحنا بنروح معرض الكتاب والولاد بيتدربوا 3 أو 4 ايام قبل المعرض بعد عمليه اختيارهم، وبننطلق بقى زي ما ان شاء الله هننطلق النهارده ان شاء الله. طيب بدايه من سن كام ممكن تقبلوا متطوعين؟ احنا بنشتغل على سن من 16 ل 24 سنه او 25 سنه زي ما عملنا السنه دي. ودي بتبقى المرحله العمريه اللي هي ممكن يكون الشاب عنده قابليه اكتساب حاجه جديده، لان هو لسه ما زال طالب او لسه خريج جديد. احنا بنشوف يعني هو ده بشكل علمي برضه، ان احنا بعد سن ال 25 قابليه الشاب ان هو يتقبل تغيير كبير في حياته بتبقى اقل شويه، فاحنا بندي فرصه شويه للطلبه اللي في الجامعه، لان كمان الولاد بيحتاجوا دوت عشان لما بيجي يطلع بره مصر ياخد منحه يدرس بره ويرجع تاني في بلده، فلازم بيبقى المنظمات الدوليه او الجامعات العالميه بيطلبوا ان هو يقدم للمجتمع بتاعه عدد ساعات من التطوع. فعلشان كده دايما يعني نسبه كبيره من الشباب اللي شاركوا معنا برضه خدوا منح بره ورجعوا، وفي ناس بقوا معيدين وفي ناس بقوا عظيم. يعني شخصيات ما شاء الله بنفتخر بيهم دايما، نماذج من نماذج وزاره الشباب والرياضه. وفي ناس كمان بقى عندهم خبره كبيره جدا في العمل داخل معرض الكتاب، هم دول اللي انتوا بتعتمدوا عليهم ولا في شباب جديده بتدخل؟ احنا دايما عمليه الاختيار بتاعتنا بيبقى فيها تقسيمه معينه، يعني ايه؟ يعني انا ببقى حريص يكون في نسبه قليله شويه من الناس اللي شاركوا قبل كده، وادي فرصه لناس جديده، وبرضه بشوف الشباب اللي بيقدموا بناخد نسبه عندها خبرات بس وبناخد نسبه ما عندهاش خبرات، وبناخد شرايح عمريه مختلفه، لان زي ما حضرتك عارف التناغم او الهارموني اللي بيبقى بين الشباب لازم كله يتعلم من بعضه، يعني انا مش انا بس اللي هعلمه او الليدر بس اللي هعلمه، لا هو بيكتسب من زميله وبيشوف من زميله، وعشان كده بنبقى حريصين دايما يبقى النسب اللي موجوده مش متساويه، نسب معقوله من كل مجال دراسي، نسب معقوله من كل اتجاه من كل فكر، فالولاد لما بيتقابلوا مع بعض ويعيشوا ان هم بيعيشوا مع بعض، ان الناس بتشتغل 14 يوم يا فندم، وبيشتغلوا من 8 الصبح تقريبا ل 8 بالليل، فبتبقى تجربه كبيره، فهم بيعيشوا مع زمايلهم في المعرض، بيعيشوا مع تجربه المعرض اكتر ما بيقعدوا في بيوتهم. فدي بتبقى مرحله مهمه او تغير كبير في حياتهم، يعني بنلمسه بعد كده احنا بنشوفه لما بنتابع الشباب دول يعني. طب يعني زي ما حضرتك قلت يا استاذ مصطفى، حوالي 12 ساعه في اليوم لمده 14 يوم ده وقت طويل جدا ومجهود اكيد، بس دور المتطوعين في معرض القاهره الدولي للكتاب مقتصر على ايه او بيقوموا بايه؟ ايه دورهم في معرض القاهره الدولي للكتاب؟ هو يعني من نجاح التجربه المتواليه للمعرض القاهره الدولي للكتاب المتطوعين اللي فيه حاليا، المعرض يعتمد بشكل كلي على المتطوعين لاداره المعرض. يعني ايه؟ يعني من اول البوابه وحضرتك داخل المعرض اول حد بتشوفيه في المعرض هو المتطوع، هو الشخص اللي هيستقبلك عند البوابه ويشوف التيكت بتاعك يعمل لها سكان عشان تخش، وبينظم الطوابير، احنا بنشوف طوابير كبيره جدا قدام المعرض يعني، فلازم اجراءات تحصل قبل الناس ما تخش.
بعد كده لما بيخش جوه بقى الصلاه بيقابلوا الاول اللوبي او الاستقبال، بيبقى فيه الانفورميشن ديسك موجود عليه متطوعين، عشان احنا عندنا في المعرض تقريبا 1200 ناشر 5000 عقد. فطبيعي جدا انت مش هتعرف تبقى داخل عايز تروح الحاجه بتاعتك هتروحها ازاي، حتى انت لو عارف المكان مش هتعرف توصل له لان برضه المكان ضخم جدا، فتوجيه فلازم يكون في الانفورميشن ديسك المتطوعين موجودين. بعد كده لما بنخش جوه الصاله نفسها بقى صاله الكتب نفسها بيكون فيها برضه متطوعين جوه، لان برضه الصاله بتبقى كبيره جدا ففي ناس ما بتبقاش قادره تميز انا عايز اروح هنا عايز اروح هنا، فالمتطوعين بيبقوا موجودين جوه الصاله برضه بيلفوا طول الوقت وموجودين. كذلك في قاعات الانشطه بيكونوا موجودين هم كمنظمين طبعا. طبعا كل ده بيتم ادارته من خلال منظومه المعرض او اداره المعرض طبعا مع الزملاء في هيئه الكتاب، بس بيبقى الاولاد هم الاداه اللي بتنفذ كل دوت. طبعا بقى الكثافات، التنظيم داخل الصاله، لان برضه بيحصل كثافات، بيحصل حاجات كتير جدا، بتحصل ازمات، بتحصل مشاكل، اداره الازمه السريعه طبعا، كل ده بيبقى موجود في الخطه بتاعتنا اللي بنديها للاولاد. وكذلك بقى جزء التوثيق الاعلامي طبعا كل ده لازم يتوثق بشكل كويس عشان نشوفه في التلفزيون ونشوفه في المنصات الرسميه للجهات المنظمه. فعلشان كده بيكون برضه في عندنا قسم سوشيال ميديا، في عندنا قسم للتصوير والمونتاج والفيديو والديزاين جرافيك ديزاين، فبيبقى في منظومه متكامله من كل الشباب بيشتغلوا مع بعض يعني بشكل لطيف. طبعا هم 12 ساعه، احنا مش كل الناس بتشتغل 12 ساعه، بيقسموا اكتر من شيفت وبنديهم ايام راحات في النص، وبيبقى في منظومه كده يعني هي ممكن تكون معقده شويه اللي بص عليها من بره، بس من جوه الواد بينضربهم برضه الاوبريشن او ازاي يشغلوا الجدول بتاعهم اليومي، لانه بيبقى عنده بريك ربع ساعه نص ساعه توقيت معين. وبرضه من الحته اللي بنعملها داخل المعرض بنعمل روتيشن للولاد كلهم، الولاد ما يقعدوش في مكان واحد طول اليوم، لازم يغير مكانه، فعندنا 3 أو 4 روتيشن كل يوم، فجزء بيكون على البوابه وبعد كده بيخش الانفورميشن ديسك. طبعا هو قبل اليوم ما يبتدي بالليل بيبقى معاه الجدول بتاع عارف هو هيعمل ايه يعني دايما الصبح كده بنقول لهم في الباص يا جماعه طلعوا الموبايل اعملوا المنبهات بتاعتكم عشان تبقى عارف انت وقتك عشان بريكك ما يروحش، عشان في بس انت بتبدل مع زميلك برضه على البوابه فهو بيبقى مستنيك، فانت لازم تروح له عشان يرجع يخش مكانك. صحيح. فكل ده بنحاول بقى في التدريب بقى نرجع لجزء التدريب بننميه جدا فيهم، هو بيبقى مدرك دوت بيبقى عارف جدا ان هو لو اتاخر 5 دقايق هيجي مش هيلاقي الباص. احنا طبعا بنوفر لهم باصات وبنوفر لهم كل ما يحتاجوه خلال اليوم، يعني عارف انه مش هيلاقي الباص، فهو من نفسه بيبقى عنده انضباط ذاتي يعني بيقدر يقسموا وقتهم بعد كده في حياتهم حتى، وبيبقى قادر يعمل دوت. طب من الحاجات المهمه كمان واكيد انتوا راعيتوها يعني لو في كاتب من الكتاب الكبار المعروفين اللي بيكتب للشباب مثلا، اللي بيكتب روايات الرعب، الحاجات اللي بيكون عليها اقبال دايما بكل تاكيد بتكثفوا عدد المتطوعين الموجودين، لان هيكون في اقبال كبير في المنطقه دي، فهيكون في اسئله كتيره من الناس. صحيح، دي بتبقى جزئيه مهمه جدا. احنا بيبقى جزء اساسي في اختيار الولد عندنا هيبقى عنده ادراك بشكل ما عن الحياه العامه في مصر، بحيث لما يشوف شخصيه عامه او كده يبقى عارف هو قدام مين، فدي بتبقى جزء اساسي. وبرضه بنراها في التدريب معاهم بنحاول ندي لهم معلومات عن اهم الاحداث اللي بتحصل وأهم الموضوعات والجداول. فطبعا وقت توقيعات الكتب بقى وزياره الادباء والمثقفين دي بتكون من عمليات الطوارئ عندنا داخل المعرض يعني، فهو طبعا احنا عارفين طبعا قبلها بيوم ان هيبقى في المكان الفلاني في كثافه معينه، لان طبعا بيحصل اعلانات وجزء السوشيال ميديا عندنا والشباب بيبتدوا يصدوا ايه اللي بيحصل على السوشيال ميديا عشان تاني يوم نبقى عارفين، تالت يوم نبقى عارفين، يبقى هم الولاد مجهزين. فده بتبقى بيتم قصده بصراحه قبل كده من جدول البرنامج الثقافي او الاعلانات بتاعه الكتاب اللي على الانترنت، وبعد كده الولاد بيبقوا تاني يوم مستعدين ان في الجناح رقم كذا في الحته الفلانيه في حد جاي، فنبقى عاملين حسابنا ان ممكن يحصل طوارئ هناك فنتحرك في اقرب وقت. بس فهم بقى الولاد بيبقوا في سيستم في ليدرز طبعا بيبوظ بيدير الدوت كله يعني، وشباب ما شاء الله عليهم برضه من النماذج الكويسه اللي داخل يعني بقى لهم اكتر من سنه معانا، وبرضه كنا داخلين متطوعين مع وزاره الشباب والرياضه، فنماذج كلها بنفتخر بيها دايما. دكتور اشرف صبحي بيتكلم على الشباب دول بشكل جميل جدا يعني. يعني استاذ مصطفى كمان من ضمن يمكن المواقف اللي ممكن تحصل او ممكن تواجه الشباب دول، حد يغمى عليه، حد يتعب، اي طارئ صحي ممكن يحصل لحد في اثناء يعني جولته في المعرض، هل الشباب المتطوعين دول عندهم يعني خدوا تدريب مثلا على الاسعافات الاوليه، خدوا تدريب ان هم يتصرفوا في المواقف اللي زي دي؟ اكيد هم بيبقى عندهم كل حاجه بيبقى فيها بروسيس بتحصل او اجراءات. يعني احنا واخدين اجراء لما بيحصل احتكاك مع حد بيبقى دوت، عندنا اجراء لما حد يغمى عليه داخل الصاله بيبقى عارف هعمل 1 2 3، اولا بضمن له المساحه، بحاول او امشي الطريق، بحاول اعمل كذا، وبعد كده هو اوتوماتيك في نفس الوقت بيستدعي الاسعاف الموجود. احنا عندنا تواجد دائم لاسعاف وشركه امن وشركه دايما الاسعافات الاوليه بتبقى لحد ما تيجي انقاذ يعني ده بتنقذ حياه حد. فاحنا دايما بنديهم فكره عن ازاي يتعامل في الموقف دوت وازاي يبقى حريص على صحه اللي قدامه يعني. فدي برضه من ادوات الطوارئ زي ما قلنا عن التعاون مع الموضوعات المختلفه داخل المعرض. عظيم. جناح الطفل من الاجنحه اللي بتشهد اقبال كبير جدا. صحيح. مش بس من الاطفال، كمان من اولياء امورهم يعني.
بنبقى حابين ان احنا ندخل كمان ونقرا للاطفال، وفي نفس الوقت في اسر زي ما بنتكلم دايما بيصطحبوا اطفالهم معاهم لجناح الطفل، في اطفال كمان بتروح لوحدها بالمناسبه، يعني في اطفال كبرت شويه فبدات عرفوا الطريق وبداوا يروحوا لوحدهم. تدريب المتطوعين على التعامل مع الاطفال بيكون عامل ازاي؟ احنا عندنا صاله اسمها صاله الطفل، هي بتبقى صاله رقم 5، ودي بتكون صاله فيها يعني ضغط رهيب طبعا زي ما حضرتك قلت، كل الاولياء الامور والاطفال، لان بيبقى فيها كمان زي بيع كتب الطفل، فيها انشطه الطفل، فيها العروض بتاعه الطفل. فعلشان كده موضوع الاطفال ده بالذات احنا بيبقى عندنا اجراءات ليه، لان برضه في اطفال بيفقدوا كل يوم، يعني احنا كل يوم بيبقى عارفين طفل او اثنين او ثلاثه، بس دايما بنطمن الناس يا جماعه ما دام جوه المعهد فانتوا ما تقلقوش، ما فيش حاجه، ايه كل حاجه مظبوطه يعني بميزان سواء معانا او مركز مصر للمعاهد الدوليه. فعلشان كده بيبقى في اجراءات معينه للولاد، التعامل مع اجواء الاطفال والتواجد الاطفال والتكدسات بتاعه الاطفال، بنبقى عارفين امتى نتدخل وامتى نبقى نعمل ايه، وبرضه في المفقودين لينا اجراءات بنعملها، باخده المنطقه الفلانيه، ببلغ في كل الصلاه، يندهوا في المايكات بتاعه الصلاه في طفل كذا مفقود، ففي منظومه برضه للتعامل مع الطفل وسلامه الطفل، يعني لان احنا دايما بنبقى شايفين احنا عندنا جوه معهد الكتاب في معهد لكتاب الطفل بنقول كده، وليه شخصيه بقى، ليه شخصيه منفرده لشخصيه، عندنا شخصيه رئيسيه طبعا عالم المصريات الكبير سليم حسن، وعندنا في كتاب الطفل طبعا الاستاذ الكبير يعقوب الشاروني احد اساطير ادب الطفل في مصر، فبرضه احنا بنكرم اهم ادباء الطفل في البرنامج بتاع معهد الطفل، فمعهد الطفل هو جزء اصيل من معهد القاهره الدولي للكتاب، ودايما بنهتم بيه لدرجه ان هو بيبقى معاه صاله مخصصه فقط للطفل. طيب طبعا احنا عارفين هيكون في اقبال كبير جدا دلوقتي مع فتح المعرض، دايما اول يوم كده بيكون في اقبال من الناس كلها مستنيه ان هو يفتح ابوابه عشان يدخلوا بقى ويتجولوا صحيح. داخل اروقه المعرض، انت بتنصح الناس بايه؟ اول حاجه احنا النهارده كل المتطوعين الموجودين في خدمتك ومساعدتك، فما تقلقش من اي حاجه وخليك مطمن دايما وانت داخل، وتعاون معاهم هم هيتعاونوا معاك، واي حاجه محتاجها الجأ للمتطوعين في كل مكان وهتشوفهم في كل مكان. اهم حاجه نحافظ في فورم طيب يتعرفوا بيه او كده، يعني طبعا بيبقوا لابسين فيست اصفر مكتوب عليه انا متطوع، يعني بكل وضوح في كل حته هيشوفوهم، وما تخافش انك تلجأ لاي حد او تطلب من اي حد اي حاجه، لانه مش هيسيبك غير لما يساعدك او يحل لك المشكله. هو ده دوره انت بتتعرض. صحيح، هو ده دوره، وهو الولاد ده بيفرق معاهم نفسيا جدا ان هو بيحس بالافاده اللي بيقدمها للناس طبعا. تاني حاجه بنصح الناس بيها طبعا ان هم يستخدموا المواصلات العامه، هيكون لطيف جدا يستخدموا المواصلات العامه، المواصلات العامه متوفره في كل مكان. وثالث حاجه ان هم يحافظوا على سلامتهم الشخصيه طبعا، في لو لقوا تكدسات يبتعدوا عنها او كده، وده ان شاء الله ما بيحصلش يعني، ويبقى متعاون مع جميع الناس اللي موجوده، ويحاول يعني اي مشكله تقابله يلجا للناس يحلوها له يعني، وان شاء الله ينبسطوا يعني في المعرض السنه دي. وطبعا احنا معرض كبير جدا، يعني احنا تطور كبير حصل في السنين اللي فاتت، احنا الحمد لله شهدنا نهضه شبابيه وشهدنا نفسها نهضه ثقافيه في معرض القاهره الدولي للكتاب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاحنا دايما بنبقى فخورين بدوت، وفخورين دايما المعرض بيكون تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل تاكيد. واحنا كمان الحقيقه بنفخر بالشباب المتطوع اللي دايما بيكون عنده نزعه كده او روح ان هو يساعد الغير بدون اي مقابل، وبيبقى طول الوقت عنده يعني مسؤوليه ووعي بالمشاركه، اهميه المشاركه المجتمعيه طبعا. بشكر حاجه جزيل الشكر الاستاذ مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضه والمشرف على برنامج المتطوعين بمعرض القاهره الدولي للكتاب، شكرا لحضرتك. شكرا لك. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.